مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم ومرحب بكم. اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الترجي الرياضي التونسي بريميو دي اوغوستو الانغولي. نحن على القناه السابعه والترجي يبحث عن النهائي السابع اليوم باذن الله على ملعب رادس. ارحب بكم وارحب بمن سيرافقني في هذا الاستوديو، طارق ذياب وحسام حاج علي. اهلا بك يا كابتن طارق. اهلا بك معز. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. ابتسامة الكابتن طارق انا في اول الاستوديو. ان شاء الله فرحه الليله. ان شاء الله باذن الله. واحد حسام متفائل يا كابتن. لا حسام ان شاء الله نهائي تونسي ان شاء الله. عنده البطاقه. بطاقه الترجي موجوده. لا 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 هذا موضوع كبير يا كابتن. عطى هذه كابتن طارق ونتشرف بها. عضويه شرفيه هذه كابتن عتيده. على اليوم الكل معكم سيد طارق مثل تونس كلنا مع هذا اكيد. ونذكر بالمباراه الاولى والمباراه الثانيه ايضا منقوله عبر قنوات بي سبورتس. حسام ديربي العربي اكيد مباراه قمه، مباراه مهمه ومهمه جدا. الاهلي هو المرشح وستيف من اجل تحقيق المفاجاه، تبقى مباراة كبيرة بين الجارين. هو نتمنى أن يكون كابتن طارق النهائي عربي إن شاء الله، ترجي مع الأهلي أو الأهلي. وعندهم إمكانيات الأهلي بصراحة، خلاها سباقية كبيرة 2-0 على أرضه أمام جمهوره، قدم مباراة كبيرة وفريق تعود يلعب الأدوار الأولى. خطير جدا الأهلي لما يوصل الأدوار الأخيرة، ربع النهائي نصف النهائي. ولهذا صحيح ستيف عنده فريق لعب في السنوات الأخيرة، أصبحت عنده خبرة، لكن واضح الأهلي 2-0 حسب رأيي اقرب ترشح هو النادي الاهلي. هو الترجي الان يفكر في بريميو دي اوغوستو الانغولي، وبعد ذلك يفكر في النهائي. اتذكر جيدا كنا مع بعض ثلاثتنا في استوديو مباراه الذهاب بين بريميو دي اوغوستو الانغولي والترجي الرياضي. المتغير من تلك المباراه الى مباراه اليوم هو بالطبع في ابرز عنوان هو تغيير خالد بن يحيى. الموضوع يتعلق بنوع من الاتفاق بين اداره الترجي وخالد بن يحيى على ان ياخذ معين الشعباني المقاليد الفنيه. حديث عن هذه الخطوه من اداره الترجي بعد هذا التقرير نتابع. في اول مباراه رسميه بعد رحيل المدرب خالد بن يحيى بشكل مفاجئ قبل اسبوعين، وبطموح معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي في مواصله الحلم الترجي في هذه النسخه من دوري ابطال افريقيا التي تتزامن مع احتفال شيخ الانديه التونسيه بمضي قرن على تاسيسه، يدخل الترجي موقعة نصف النهائي الحاسمة الليلة في رادس بهدف تجاوز خسارة الذهاب والتي لن تمر إلا بصحوة هجومية لخط صام عن التهديف في المباريات الترجية الأخيرة إفريقيا ومحليا. المسؤولية صحيح كبيرة، ولكن عنا ثقة في أنفسنا في اللاعبين متاعنا، عنا ثقة في الناس المحيطين بنا، ورونا برشا تحفيز، ورونا برشا ثقة وتشجيع. إن شاء الله نكونوا قد المستوى في الجور جي، معناها في اليوم هذاك يوم المباراة. بالنسبة لي أنا كرأي خاص، تدريب ترجي شرف وحلم اللي كنت عايش به من قبل، وجاء اليوم صحيح جاء في نجم نقولوا مباراة معناها مهمة جدا، معناها في مسيرة الترجي أنا قدها، واحنا كإطار فني الكل قدها، وان شاء الله ربي يوفقنا. الفريق دخل في معسكر مغلق قبل أربعة أيام من موعد موقعة الإياب داخل فندق النادي، مع حضور معنوي هام للقائد وصاحب الخبرة خليل شمام رغم عدم مشاركته في المباراة بعد طرده ذهبا. هذه فرصة مش بتجي كل عام ولا كل يوم، اللاعب كلها بيحلم باش يلعب دور نهائي باش يفوز برابطة الأبطال. فرصة قدامنا، الكرة عنا كما قلت، معناها هذه مباراة لا متاع إطار فني لا متاع مسؤول، اللاعب يحضر المباراة وحده. أول حاجة المباراة هذه لازم تكون ديفي لنا نحن باش نهزو رابطة الأبطال اللي من 2011 بعيدة علينا. احنا عندنا ثقة في المجموعة الكل، وإن شاء الله الملاعبية الكل يعني يكونوا جاهزين كما يلزم. تعرف المباريات الكبيره يلزم الملاعبيه تكون مركزه كما يلزم وحاضره بدنيا وذهنيا،
ماهيش باش تكون مباراة سهلة، لكن إن شاء الله اللي نوعدوا به جمهورنا اللي باش يجي يساندنا إن شاء الله نقتلع ورقة الترشح للنهائي إن شاء الله. التركيبة الأساسية للترجي لن تتغير الليلة عن التشكيل الذي خاض به خالد بن يحيى مواجهة الذهاب، باستثناء دخول محمد علي اليعقوبي كبديل للغائب خليل شمام، مع إمكانية اعتماد ورقة سعد بقير بحثا عن لمسة فنية في وسط الميدان. نافع بن عاشور، بإن سبورتس. كان هذا تقرير نافع، سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل من ملعب رادس. بالطبع لن نعود للخبر من حيث الخبر أنه خالد بن يحيى خرج ومعين الشعباني أخذ مكانه، لكن العودة على موضوع التايمين كابتن طارق، لأنه الأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل قبل نهائي نصف نهائي، ونتمنى أن يكون نهائي تشامبيونز ليج بالنسبة للترجي، أن يتم هكذا مثل هكذا تغيير. طبيعي أنا دائما ضد تغيير توقيت كما قلت، لكن الشيء ممكن المريح انا ما تغيرش طاقم الكل، يعني معين مساعد خالد بن يحيى موجود، لو تغير طاقم كل مدرب جديد تولي يصبح مشكله كبيره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، غير قبل دور نصف النهائي مباراه الاياب، ولهذا اعتقد ان خالد بن يحيى مازال موجود، لانه يعني الفريق اللي باش يلعب اليوم تقريبا فريق يلعب بخالد في المباراة. أنا لماذا عفوا المقاطعة طرحت هذا السؤال؟ لأنه من السهل بعد المباراة أن نذهب إلى استنتاجات، يعني لو فاز الترجي وتأهل يقال بأنه التايمين كان جيد والإدارة كانت على حق، لو لا قدر الله خسر الترجي سيقال بأنه الخطأ كان على الإدارة. لا، نطرح السؤال قبل المباراة. طبيعي على موضوع توقيت التغيير هذا. أنا طبيعي أن الترجي فريق، لكن نقوله اللي لازم يتقال اللي نشعر به أنا. صحيح. أنا التايمينج صحيح مو سهل، وحمد المد مش سهل أن أخذ القرار هذا، مجازفة يعني ممكن مجازفة، لكن أنا نقول هناك معين شعباني، هناك معناتها مجدي تراوري، مجدي تراوري يعني موجودين في الترجي عندهم مدة ويعرفوا الفريق، ولهذا لو تغير الطاقم الفني الكل تولي مشكلة كبيرة بصراحة. لكن لما تغير خالد بن يحيى وبقى معين شعباني طبيعي ان المدرب شي يكمل، يعني كانه بالانجليزيه يقال كانه سموث، يعني تغيير انه كان يعني خفيف وليس خفيف تغيير ثوره، ولهذا اعتقد ان صحيح التوقيت مو سهل انك تغير مدرب ترشح للدور نصف النهائي وفاز على النجم ذهابا وايابا، صحيح خسرنا ضد صفاقس ونشوفوا الفرق الكبيره تخسر، لكن اهم شيء هو كان تشامبيونز ليج وصل الدور نصف النهائي، هناك مباراة الإياب، ولهذا أعتقد، لكن أنا نقول اليوم هام جدا أن معين موجود وتراوري نعم. موجود. هو في العادة حسام وأنت لاعب سابق كما الكابتن طارق، في العادة نذهب إلى أنه المساعد مساعد المدرب دائما يكون أقرب إلى اللاعبين، هذا ما يتفق عليه في عالم كرة القدم. هذه النقطة يمكن يلعب عليها من ناحية المعنوية معين الشعباني بأنه يعني انه علاقته قريب قريبه اكثر للاعبين. اكيد صحيح معز مهمه ومهم جدا، لكن فقط معز نعطي كلمه على موضوع التغيير لان عندي رؤيه فيه، لان صحيح ما كناش متعودين ان مدرب يتغير قبل مباراه عوده في الشامبيونز ليج، لكن انا متاكد ان حمدي المدب يعرف، من اكثر الناس تعرف اجواء الترجي الرياضي، وحمدي المدب من 2012 تقريبا لليوم صرف ما يقارب 20 مليار انتدابات من اجل مليون دينار الشامبيونز ليج يعني. اي مليون دينار اي مليون دينار اي من اجل الشامبيونز ليج، يعني مستحيل رئيس نادي عمل كل هذه التضحيات يجازف باقاله مدرب قبل مباراه العوده، اكيد في يعني محسوبه المجازفه، اكيد احنا بعاد، اكيد في اشياء كانت مخوفه حمدي المدب اللي ممكن تؤثر على اداء الفريق قبل مباراه العوده، حس اللي فيه شيء اللي ممكن يؤثر على اداء اللاعبين، لذلك خير انه نقدر نقول يجازف يغير المدرب قبل، يقول لك ممكن بقاه تكون ادي الى انسحاب، لذلك ترك معين بصراحه كانها موجه الان في تونس، لا واضح نتاع اقالات، لا هو عاديه مش الكل يعني الانديه الكبرى الكل مع المنتخب والمدربين كل ما نعرف الشارع والجمهور والمواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تحط المدربين وتقيل المدربين وتغير كل شيء، لكن نعم. اليوم وجود كما قلت معز معين الشعباني كمساعد منذ سنوات حتى قبل خالد بن يحيى، نعرف دائما حلقة التواصل بين المدرب واللاعبين هو المدرب المساعد، أكيد معين سيلعب معين على هذا العمل، عنده بوادر المدرب الناجح مع نادي رياضي الحمام الأنف نجح نعم. أكيد مش في جزء حمدي المدرب تحطه مدرب أول قبل نهائي نصف نهائي عودة شامبيونز ليج نعم. إلا ما يعرف اللي عنده إمكانيات، لكن كذلك سيلعب على هذه
المنطقه الحساسه. فما حاجه هامه جدا، احنا نتفرجوا بالترجي من بعيد، احنا نحاسبوا الترجي على النتائج والاداء، وحمدي المدب قريب للترجي في خفاء يعرفه من حمدي المدب وخالد بن يحيى، ولهذا اعتقد ان ممكن مش 100% ان نتائج هي اللي غير لا لا في اشياء اخرى ممكن احنا ما نعرفوهاش، ولهذا وهذا رئيس النادي، معناتها رئيس النادي لما يغير هو ياخذ المسؤوليات، واكثر واحد همه مصلحه الفريق وهو يعرف مصلحه الفريق، ولهذا نقول ممكن في اشياء اخرى عم نعرفوها. هو ما يحسب لخالد بن يحيى يعني يمكن نقده من الناحيه الفنيه التكتيكيه الاختيارات ما الى ذلك، لكن ما يحسب له ايضا بانه حافظ على مصلحه الفريق الرياضي التونسي ولازم الصمت على خلاف مدربين اخرين. بالنسبه صحيح. لمباراه مقارنه بمباراه الذهاب كابتن طارق، كان الكل يتوقع انه سيكون هناك بعض التغييرات، لكن سنتاكد من الامر مع نافع بن عاشور بعد قليل. كانه الاطار الفني الجديد للترجي الرياضي يواصل الاستمراريه تقريبا نفس الاختيارات، لانه فقط شمام سياخذ مكانه ليعقوبي لانه شمام معاقب. صحيح، لانه الفريق اللي باش يلعب اليوم هو اللي رشح الترجي الى الدور النصف النهائي، ولهذا اعتقد انه اكتسب خبره، صعب انه يدخل لاعب جديد خصوصا المصابين. انا تمنيت قبل تذكروا انت بعد المباراه قلت ان شاء الله يحضر المبارك، لكن المبارك ما لعبش ولا مباراه، لان المبارك تستفاد منه اليوم من الناحيه الهجوميه، لانك في حاجه ماسه الى الاطراف اليوم فتح الملعب، لان نعرفوا فريق شاهدناه ضد مازمبي فريق يعرف يدافع، فريق يدافع ب 10 لاعبين، ولهذا اليوم دور بن محمد والدربالي هام جدا في فتح الملعب واللعب على الاطراف، ولهذا تمنيت. ثم غياب الشمام، غياب الشمام صعب تعويضه حاليا، لان المشاني مازال كيرجع ملعب الا يمكن شوط، واليعقوبي موجود، يعني اقرب لاعب ممكن هو اليعقوبي او المجازفه بكوليبالي في محور الدفاع، وهذه صعبه. لو جرب ضد صفاقس كوليبالي اوكي، لكن اليوم مش جربه، لا دخل مدافع خرج مدافع دخل هو مدافع. شمام من حيث القيمه الفنيه، لانه في الدفاع وليدر، والقيمه المعنويه قائد لانه هو من يدفع الفريق الى الامام. صحيح. واكثر لاعب عنده خبره في هذه المسابقات وخاصه هذا الموسم معز، لان الكثير انتقد خليل شمام السنوات الفارته والكل تخوف من وجوده في قلب دفاع، لكن اظن ان هذا المركز هو الافضل بالنسبه لخليل شمام حاليا صراحه في قلب الدفاع، قائد الفريق، تمركز، بناء الهجمه، لاعب مهم، كاريزما، يوجه اللاعبين، اكيد خساره كبيره للفريق. لكن في نفس الوقت معز، ترجي الرياضي انتدب اليعقوبي من اوروبا، عاد الى ترجي الرياضي لماذا؟ ليكون خليفه يا اما للذوادي او بالنسبه لخليل شمام. اذا اليوم انا في مباراة مثل هذه ما نلقاش لاعب جايبه في نص الموسم كمحترف يلعب برا وعنده خبرة كبيرة ولعب في الترجي ولعب في الافريقي ولعب في المنتخب ولعب في تركيا، يعني عنده خبرة، اكيد هو اللاعب الانسب في هذا الوقت في هذا المركز. هو افضل لما يكون عندك لاعب يساري في محور الدفاع، لاعب بالرجل اليمنى ولاعب يساري، لانه شاهدنا شمام يعني منسجم هو بن محمد خصوصا في التغطية الدفاعية لما بن محمد، لما بن محمد يصعد هو يقوم بالتغطية. ثم شمام الميزة نتاعو التمركز، تمركز جيد والتغطية، قراءة اللعب، قراءة اللعب. ثم الكرات الطويلة ننسى، لأن بصراحة كرات ثابتة أيضا شمام ثمين، الكرات الطويلة ب 30 40 متر ثابتة أيضا كابتن طارق. صحيح، عنده ساقي هو يلعب كرة ثابتة في الترجي، عنده رجل يسار مميزة، لأنه أصله هو راهو مهاجم، لما كان في صنف الأمال كان مهاجم ومن بعد لعب مدافع ايسر واليوم يلعب في محور الدفاع، ولهذا غيابه ياثر لانه اصبح هو القائد في الدفاع، لان الترجي في حاجه ماسه الى قائد، لان اليوم جريد جديد على الفريق، ذوادي ما يكونش يكون قائد، ولهذا غياب الشمام ان شاء الله ما ياثرش على مردود الفريق خصوصا التغطيه على بن محمد. سنذهب الى ملعب رادس، نافع بن عاشور ينضم الينا من هناك، ورحب بك نافع في هذا الاستوديو. قبل الامور الفنيه والتكتيكيه، الكل يتحدث في تونس عن هبه، يمكن اصف الامر هكذا، جماهيريه من جماهير الترجي الرياضي التونسي، لك ان تطلعنا على الاجواء في رادس وعلى قيمه هذا الحضور الجماهيري لحد الان نافع. ما
مساء الخير معز، تحية لك الكابتن طارق ولكل تابعيني في الاستوديو. طبعا هبة جماهيرية ترجية اليوم في مباراة هامة وهامة جدا للترجي، مباراة للعودة للنهائي الإفريقي بعد الغياب لست سنوات كاملة. آخر نهائي كان في رادس في 2012، أيضا لمواصلة هذه السنة المميزة في أجواء احتفالية، سنة الاحتفال بالمئوية لشيخ الأندية التونسية. فكانت هذه الهبة الجماهيرية الكبيرة، طرحت 40,000 تذكرة للبيع بصفة استثنائية بعد ترخيص الجهات الأمنية، إضافة لحوالي 80,000 مشترك بالنسبة للجماهير الترجية. فمتوقع أن تكون هناك جماهير عددها 50,000 في هذه المباراة، ما زالت تتوافد. تعرف يوم عمل يوم الثلاثاء في تونس، لكن وأيضا طقس بارد وممطر، جماهير تحدد كل هذا وهي تتوافد لملء مدرجات ملعب رادس ولتكون اللاعب رقم واحد وليس رقم 12. وما أحوج اليوم لاعبي الترجي لجماهيرهم لتجاوز الخسارة ذهابا وتسجيل أكثر من هدفين لخط هجوم صامع التهديف في المباريات الأخيرة، وعانى كثيرا وليس له الا ان يصحو اليوم. تحدثتم في الاستوديو، كنت نستمع للكابتن طارق يتحدث عن قيمه غياب خليل شمام تكتيكيا ودفاعيا وايضا معنويا بكونه القائد وصاحب الخبره والمتعود من القلائل في تشكيل ترجي المتعود على مثل هذه الادوار النصف النهائي والمباريات الهامه. خليل خارج الميدان لكنه معنا في البي ان سبورت وكان مع الفريق طيله ايام المعسكر وفي الاحماء. خليل، هل الفريق جاهز اليوم؟ اغلب اللاعبين غير متعودين على مثل هذه المباريات، سيمي فاينال اياب، مباراه مصيريه دوري ابطال افريقيا، ايضا تغيير مدرب قبل اسبوعين، طاقم تدريبي معين ومجدي شباب، تعرفهم جيدا، كيف هي الاجواء والفريق جاهز؟ والله اول حاجه نتصور الفريق الكل يلزم يكون حاضر في المرحله هذه، مش كل يوم تلعب دور نصف النهائي ونلعبوا باش نفوزوا باش نتعداو للنهائي. دونك نتصور اي لاعب ماذا بيه يكون مكان المجموعه هذيا. الاستمراريه راهي في الاطار الفني، سي خالد بن يحيى معناها حد ما يشك فيه خدم خدمه جباره، واليوم نحن ما دامنا هوني كراس الخدمه نتاعو هو الاطار الفني كل. اليوم مباراة الحاسم، اليوم فرصة كبيرة قدامنا نحن باش نكتبوا أسامينا في التاريخ مرة أخرى، وهذه الحاجة اللي الملاعبية الكل واعيين بالشيء هذايا، وإن شاء الله نحسموا الأمر إن شاء الله من أول المباراة، وقدرة ربي الولاد حاضرين كما يلزم إن شاء الله باش نروحوا نحن فرحانين ونفرحوا الجمهور العزيز اللي جاي اليوم. أنت اليوم على غير العادة خليل، ربما أول نصف نهائي في السنوات الأخيرة تخلف عنه، تورت وضحيت بنفسك ذهابا، طبعا اليوم ستكون مع المشجعين. والله صعيبة صعيبة برشا، كما قلت مانيش متعود الشيء هذايا، أول مرة على غالب، كنت نتمنى نكون مع صحابي وحدة ومعاهم حتى معنويا معناها يحفزهم، واهم حاجه اليوم مش الاشخاص، اهم حاجه انه الترجي يفوز يتعادل دور النهائي ان شاء الله. شكرا، وهذا ما نتمناه. طبعا خليل اليوم معز يلعب دور المؤطر، طاقم تدريبي شاب، كان معهم خليل شمام في الاحماء في حجرات ملابس لتحفيز اللاعبين، وهذا دور قائد الفريق المثالي. الجماهير بدا يرتفع عددها، ضغط المباراه يزداد، الامطار خفتت الان، ولو ان في حديث مع بعض لاعبي الترجي كانوا يشاهدون او يعاينون ارضيه الملعب لا تساعد كثيرا. الترجي اليوم ارضيه ثقيله بحكم طهات الامطار منذ ليله الامس. نعم. على كل ان شاء الله الترجي يتجاوز ربما غياب خليل شمام، سوء ارضيه الميدان بجماهيره وبخبرته الطويله للترجي. حتى التشكيله يعني يعلمها الجميع، يعني لا تغييرات، المحافظه على نفس التشكيله التي لعب بها خالد بن يحيى مباراه الذهاب، فقط تغيير محمد علي اليعقوبي مكان خليل شمام، الباقي هو نفس التركيبة الأساسية. معز، شكرا لك نافع، شكرا لخليل شمام، كنتما معنا من ملعب رادس. واضح أنه شمام متأثر نسبيا كابتن طارق، من حقه وهو القائد، وصعب على لاعب أنه يصبح مشجع، يعني أنه يشاهد المباراة، هكذا يقال انه صعب انك اكثر عشر مرات منك لعب. عندما تكون تشاهد المباراه اكثر من الضغط انك تكون على الملعب وتلعب كره قدم. طبيعي، هو يفضل انه يلعب او يساعد زملائه، هو القائد ومتعود لعب عديد المناسبات دور نصف النهائي، ولهذا الخبره نتاعه هامه جدا
خبرة خليل، لكن شاهدناه أنه كان قريب طوال تقريب الأسبوع هذا قريب من هذا الدور القائم، وعنده تأثير على اللاعبين. خليل عنده تأثير ويقدروه اللاعبين ويحبوه، وهذا يهم جدا بالنسبة للقائد، حتى لما يكون على دكة الاحتياط ممكن يوصل المعلومة لزملائه قبل المباراة. أهم شيء أنه محمد علي يعقوبي يكون في يوم، اليوم يقدم مباراة كبيرة. نعم. لأن اليوم محمد علي يعقوبي تنقصه المباريات، ما عندوش ريث المباريات الكبيرة، دور نصف النهائي هذا. إن شاء الله لاعب عنده خبرة، لاعب يلعب بروح عالية، اندفاع بدني كبير، في الكرات الرأسية ممتاز. إن شاء الله اليوم يقدم مباراة كبيرة مع الدفاع ككل وحارس المرمى، لأن اليوم بصراحة نقولوها مشكلة الترجي وين؟ مشكلة الترجي في الأسابيع الأخيرة أنه ما يسجلش، واليوم في حاجة أنك تسجل. تسجل. وهذه المشكلة. ثم النجاح الهجومي، ثم وصل الميدان. تركيبة وصل الميدان بالنسبة للترجي هي فريق قوي من ناحية الدفاعية، لاعبين مميزين. لكن في الكرياسيون في الخلق وهذه مشكلة، حتى ضعفت الهجوم. تنشيط يعني لماذا البلايلي يرجع إلى وسط الميدان والبدري يرجع لاستلام الكرة؟ ما شاهدناش أنا البدري واللاعب لا ياخذ الكرة وراء في ظهر المدافعين، وهذا دور وسط الميدان. لهنا مشكلة الترجي. هناك تساؤل لما لم يغير معين الشعباني أيضا كابتن طارق. أنا سأستمع الإجابة بالتفصيل بعد فاصل قصير. فاصل ونعود، أرجو أن تبقوا معنا. أرحب بكم من جديد، وعدت بالحديث عن الاختيارات الفنية لمعين الشعباني. حسام كابتن طارق، لم يغير معين الشعباني، يعني فقط اليعقوبي أخذ مكان شمام. هناك من ذهب لأنه كان بإمكانه مثلا سعد بقير يأخذ مكان واحد من ثلاثي الوسط، لأنه نسبيا أدوارهم متشابهة، حسام أدوارهم دفاعية. صحيح كلامك معز، لكن وجهة نظري هذه التشكيلة الأفضل، لأن صراحة اليوم سعد بقير في المباريات على الأقل الموسم الفارط الموسم هذا في المباريات الكبيرة كل محتاج وترجي راضي ما عملش المباراة اللي صنع الفارق، وتحس اللي صنع ألعاب ممكن يصنع لك الفارق في مباراة بهذا الحجم. مشكلة الترجي الرياضي معز ليس في التشكيل أو ليس في الأسماء، مشكلة الترجي الرياضي أن في الفترة الأخيرة اللاعبين اللي يصنعوا الفارق اللي هما البليلي والبدري والخنيسي الثلاثة جوا في نفس الوقت مستواهم انخفض. اي وجهه نظر كابتن طارق انه وسط الملعب الهجومي غير متوفر ربما لاعطائنا نسق لاعطائنا من الحريه لهؤلاء معك معز، لكن لما يكون لاعبين وسط الملعب ما يوصلوش الكوره ماذا حصل في الترجي في المباريات الاخيره؟ اصبح البليلي والبدري يرجعوا الى منتصف الملعب ويحبوا هم يصنعوا اللعب. لما تبعد انت على منطقه 18 خطورتك 70% من تاحك ما عادش موجوده. الافضل انه يبقوا على الاطراف ويحاولوا انه يصنعوا الفارق بالمراوغات وعلى الاطراف. اليوم نسبيا قد يذهب معين الشعباني الى وضع كوليبالي امام محور الدفاع ويترك ربما نوع من الحريه الكوم والشعلالي هذا هو يتقدم. ويقعدوا المهم البدري والبليلي يقعدوا فاتحين الملعب، لان فريق بريمو دي اغوستو معز تقريبا في العشرين المباراه الاخيره بين شامبيونز ليج ودوري ما خسر ولا مباراه على خارج ميدانه، فريق يعرف يدافع، لذلك يدافع متكتل، الحل الوحيد انك تدخل له من الاطراف. البليلي المراوغات ممتاز، البدري نفس الشيء، لازم يستغلوا القوه نتاعهم من الاطراف ويدخل 18، لو يرجع منتصف الملعب، شات مباراه صفاقس، البليلي يرجع الى وراء نص الملعب ويحب هو يبني الهجمه. الصوره كانت على غيلان شعلالي، اعتقد انه كابتن طارق دوره مهم جدا اليوم في التغطيه الدفاعيه اوكي، لكن في الزياده العدديه ايضا في وسط ملعب الترجي يلعب دور بوكس تو بوكس، لازم هو غيلان الشعلالي. طبيعي انا اقول كوليبالي يلعب كلاعب ارتكاز وباش يعطي اكثر حريه لفرانكون باش يتقدم ويقوم بدور هجومي. فرانكوم الميزه نتاعو انه بدنيا افضل من كوليبالي، عنده امكانيه باش يقوم بدور هجومي ويرجع بسرعه الى الدفاع والتغطيه. وغيلان شعلي اليوم دوره مهم جدا في المسانده لخنيسي، يعني شاهدنا في المباراه الاخيره خنيسي وحده في الهجوم، احنا نلومه على خنيسي لكن ليس هناك كرات توصل لخنيسي، ولهذا اعتقد ان اليوم فرانكوم واللاعب شعلي لازم يقتربوا اكثر من المهاجمين، لان البليلي والبدري صحيح ماهوش في احسن حالات صحيح، لكن يقوم بادوار عديده لانه ينقص الترجي صانع العاب، لاعب يوصل الكره.
انا كصانع العاب يلزمني نوصل البلايلي واحد ضد واحد، ما رجعش البلايلي الى وسط الميدان. متفقين كابتن، لكن كان يمكن ايجاد حلول، يعني مدربين اخرين ربما ضيق الوقت التهرجي. لسه ادري في بعض المدربين يجيب لك لاعب رواق لاعب جناح ويصبح يلعب وراء المهاجم، ممكن احنا جربنا البلايلي في وسط الميدان جربنا البدري في وسط الميدان ممشيش. الوقت الحاضر احسن تشكيله هذه، لكن انا نقول اليوم شعلالي واللاعب فرانكوم لازم يتقدموا اكثر ويساندوا اكثر، ما يعطيوش فرصه للبدري واللاعب شلب وبعاد على المرمى، ما يعطيوش فرصه للبدري واللاعب البلايلي باش يرجعوا الى وسط الميدان لاستلام الكره، وبطبيعه الحال يبقى الخنيسي وحده في الهجوم، لازم يا اما البلايلي يا اما البدري شعلالي وفرانكوم يقتربوا اكثر. وهنا مشكله الترجي، الترجي ما يلعبش كره اليوم، ما شاهدناش الترجي يستحوذ على الكره اكثر، لماذا؟ لان فرانكوم وكوليبالي امكانيات الفنيه ايضا، هذا هو شاهدنا اكثر وقت كانت الكرات الطويله من ذوادي او لعب الشمام للمهاجمين، الترجي اخراج الكره بطيء، المحطه هذه في وسط الملعب غير موجود، واليوم لازم سرعه اكثر في اخراج الكره، ومين يخرج الكره؟ المدافعين لوسط الميدان، وسط الميدان نتاعنا لازم يستلم الكره على راحته، لازم يلم، ما عندوش كل لعب لمسه واحده ويمشي وماهو سريع، ولهذا لهنا مشكله للبلايلي وبدري بصراحه. وحتى كونتكست يعني ظرف المباراه خاص جدا، يعني نعلم في كره القدم حسام كابتن طارق مبدئيا نسبيا أسوأ نتيجة هذه 1-0، لأنك لا تعلم هل تذهب إلى الأمام ولا ننتظر ولذلك سيئة، يعني لازم تلعب نوع من الحذر التوازن، لأنه المنافس حسام، وأنت أردت تحدث عن المنافس ليس بالهين، يعني أوكي تاريخه ليس بالكبير، أول مرة يصل إلى هذا الدور، لكن منافس محترم للغاية. شاهدناه في مباراة الذهاب، المنافس اللي يمشي ويجيب الترشح من مازيمبي، المنافس اللي لعب ضد النجم الساحلي في دوري المجموعه ذهابا واياما ما انهزمش، وكذلك عنده ميزه في جيرالدو السرعه نتاعو، ثم تسديدات من خارج 18، اغلب اهداف هذايا لاعب جيرالدو صراحه لاعب ممتاز وممتاز جدا، اليوم يلعب مره على اليمين مره على الجهه اليسرى، على معين الشعباني انه يتكلم عبد المحمد والدربالي، اي لاعب يجي على جهته جيرالدو يبقى هو ويطلع الصعيد، هذا كتوقع لن يبقى في هذا الفريق بعد الشامبيونز ليج للفريق، يجب ان الظهير اللي يمشي على جهته جيرالدو يبقى هو ويطلع الظهير الاخر، لان اخطر لاعب في فريق بريميو دياغوت هنا على الجهه اليمنى صراحه، لذلك قلت بن محمد يجب ان يكون حذر، لاعب شوف عنده السرعه وعنده المهاره، مش سرعه، هناك بعض اللاعبين كابتن طارق عنده سرعه لكن مهاره متوسط، لكن هذا عنده السرعه وعنده المهاره وعنده سرعه المراوغه، والعنصر الاخر معز التسديد من خارج 18، 80% ممكن من اهداف بريميرو دي اغوستو تسديدات من خارج 18، شاهدناها ضد الترجي في الذهاب، ضد مازيمبي مخالفه تقريبا من بعد 30 او 35 متر، لذلك على الترجي الرياضي انه هنا دور فرانكوب وكوليبالي يطلعوا على اللاعب اللي يكون مواجه المرمى، ما يتركوهوش يبداوا متاخرين ينتظروا في تمريره، هذم اللاعبين قادرين من 30 35 متر يحط كورة على رجله ويسدد ما يفكرش. شوف شعار كابتن الكأس الإفريقية فرحة المئوية، لأنه جماهير الترجي تنتظر هذا التتويج في موسم غير عادي، موسم تاريخي. موسم مئوية، إن شاء الله الجمهور اليوم يساند، والجمهور نتاع الترجي نشوفوا اليوم على الأقل فما 30 40 ألف متفرج، إن شاء الله باش يساندوا الفريق. أهم شيء وقد يصل العدد إلى 50، لأنه طرح 40 ألف تذكرة مع تقريبا 12 ألف مشترك، يعني يمكن يصل الامر الى 52 50000. المساند الاول بطبيعه الحال دوره مهم جدا اليوم، مساند الفريق خصوصا في الاوقات الحرجه في الاوقات الصعبه، لان ممكن الترجي يمر في اوقات صعبه والسيناريوهات الكل ممكنه. طبعا. ممكن على قدر يسجلوا هدف، ولهذا دور الجمهور اليوم دور كبير، لكن لازم اللاعب ما يتاثرش، لان يعني في بعض الفترات اللاعبين يتاثروا بالجمهور، يولي يتسرع، يحبوا يوصلوا المرمى بسرعه، ولا الترجي يخرج من المباراه. لان هي المشكله، ان صحيح الجمهور يحب يسجل يحب، لكن اللاعب لازم يملك اعصابه، لازم اليوم كوموندوس من ناحية دفاعية، لكن لما نمتلك الكره الفريق يكون واعي ماذا يفعل، لان المنافس كابتن طارق وحسام اشار منذ قليل لامور فنيه وتكتيكيه، هذا اوكي وبعض المهارات، المنافس حتى كطريقه تعاتي كمجموعه، وهذا فكر مدربه، انه المنافس يصبر، يعني شاهدناه ليس فقط على خارج ملعبه، حتى عندما يلعب على ملعبه يدافع يصبر ينتظر ويلعب على المرتدات، وتقريبا وهذا ما يحسب له ايضا انه يعرف حجمه كابتن طارق كما يقال بكره القدم، يعلم امكانياته حدود امكانياته،
وينتظر والان النتيجه في مصلحته سينتظر واضح انه سيغلق مباراته مع مازامبي ذهابا وايابا ما تسجل الا هدف عمل 0-0 وتعادل 1-1 خارج القواعد نتاعه فريق يصبر فريق يعرف يسكر فريق مش متسرع اليوم باش يلعب بذكاء يحاول انه في ال 20 دقيقه يمتص حماس الترجي يلعب بالمرتدات عنده مهاجم سريع على الجهه نتيجه صعبه جدا 1-0 ما هي سهله بالنسبه للترجي لان الترجي اليوم اذا حب يترشح لازم يسجل ويسجل لازم يا اما 1-0 وينتظر يمشي لضربات الجزاء يا اما 2-0 يا اما 3-1 ولهذا دائما الفارق بهدفين اليوم لازم يكون النجاعه فعلية. ترجع النجاعه والفاعليه الهجوميه الكرات الثابته التركيز في كل شيء اليوم كل شيء لازم التركيز في كل شيء في الكرات الثابته في التغطيه في التمريرات التمريرات المقطوعه ما يلزمش اليوم مباراه مثاليه يعني كوليبالي في وفرانكون في بعض الفترات معناتها يحاولوا يحافظوا على الكره في اماكن صعبه لو يخسر الكره في وسط الملعب وجاينا ضد النادي الاهلي الموسم الماضي ولهذا اليوم حذاري التركيز في التمرير التركيز في المحاصره نعم. التركيز على الكرات الكل 90 دقيقه المباراه هذه صعبه ما هي نعم. سهله هناك نوع من الانطباع بانه نقطه الضعف في هذا الفريق ونحن نبحث في نقاط قوه وضعف وحسام هي محور الدفاع. محور الدفاع يعني اوكي هذا كانوا شبه اتفاق بنظر المباراه خاصه الذهاب حتى مباراه مازامبي شفتها كيف يمكن للترجي ان يستغل هذه النقطه نقطه ضعف كيف واضح معز لاستغلال نقطه ضعف قلبي الدفاع هو اللعب السريع الوان تو الدخول دور الخنيسي مهم جدا لما يكون معز فريق منافس متكتل في الدفاع ما تقدرش انت كلاعب خاصه كمهاجم تكون تلعب انك وجهك للمرمى حاول انك تلعب للي قادمين من الخلف لذلك دوروا بظهروا الى المرمى يتركزوا عليه شعلالي البلايلي فرانكوم من الخلف يحضر يحاول يجيب مخالفات دوري المرمى لان نعرف احنا الفرق هذو هو الخنيسي في نهايه الامر اوكي ينتقد كثيرا لكن هي فرصه الخنيسي ايضا الان فرصه هو والخنيسي من نوعيه اللاعبين الجيدين في التحرك يعني لابيل وكونتر ابيل يعني يمكن انه يفيد الترجي في هذه النقطه بالذات لما تكون انت المهاجم الاول للترجي الرياضي ومهاجم الاول للمنتخب التونسي ناس تحاسبك على الاحصائيات نتاعك لما تبقى 6 و7 و8 مباريات ما تسجلش عادي انك تنتقد كما لما تكون مميز وتسجل ونقولوا احسن مهاجم في تونس لكن شخصيه اللاعب هنا هذه المباريات اللي حاجتي بيك اوكي انا ما سجلتش 5 أو 6 مباريات لما احتاج لترجي في السيمي فاينل ومحتاج الى اهداف نكون متواجد اليوم الخليسي شخصيته يلزمها انه يكون اليوم يصنع الفارق نقطة لست أدري مهمة لا كابتن طارق هي موضوع الخبرة يعني ترجي لديه خبرة النهائيات خبرة المباريات الكبرى خبرة المباريات التي يلعبها تحت ضغط المنافس أول مرة يصل إلى هذا المستوى إلى هذا الدور هذه في مصلحة الترجي أم العكس تعمل ضغط على الترجي لا بالعكس في مصلحة الترجي يعرفوا قيمة الدور النصف النهائي صحيح حتى احنا عندنا لاعبين اول مره يوصلوا الدور النصف النهائي عديد اللاعبين ما لعبوش الادوار النهائيه في الشامبيونز ليج لكن انا نقول الترجي تقريبا في العشر سنوات الاخيره او 15 سنه دائما يشارك في الشامبيونز ليج ولهذا اللاعبين شاركوا في صحيح في دور المجموعات شاركوا عندهم خبره اليوم الترجي لازم يلعب مباراه ذكيه لازم حاضر وجاهز بدنيا لازم اللاعبين انا نقول وسط الميدان اليوم الحل كبير مع بطبيعه الحال بدري والبلايلي احنا نقولوا محور الدفاع ضعيف لكن اذا ما ثماش مسانده للاعب الخنيسي بطبيعه الحال ماهوش باش يظهر الضعف لانه في مباراه الذهاب ظهر محور الدفاع قوي لانه الخنيسي يفتح لك اللعب لكن لازم لاعبين اخرين يستغلوا هذاك البدري البلايري وفرانكوم وبطبيعه الحال الشعلالي ما خلوش الخنيسي وحده في الهجوم الوقت ادركنا ادركنا ان شاء الله تكون راضي علينا المره هذيك لا اوكي خدنا وقتنا يعني اعطيتونا الوقت الحمد لله المهم انك تكون راضي علينا حسام وكابتن طارق السيناريو المثالي تهديف باكرا ان شاء الله تهديف باكرا وانا معز عندي احساس انها اليوم مباراه البلايلي اليوم بلايلي باش يقدم احسن مباراه لي في هذا الموسم ان شاء الله الكرات الثابته تلعب دور كبير ليعقوبي عند لاعبين ممتازين في الكرات الثابته ممكن استغلال الكرات الثابته ماهوش المهاجمين او يسجلوا حتى وسط الميدان والدفاع يسجلوا اهم شيء ان ال 15 دقيقه الاولى ياخذوا ثقه في نفسهم وصالح يسجلوا هدف في ال 15 دقيقه الاولى الكل جاهز في ملعب رادس وايضا عصام الشوالي جاهز للتعليق على هذه المباراه متابعه طيبه اتمناها لكم تلتقون بعصام بعد هذا الفاصل
الحرام، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، يوسف البلايلي، وطه ياسين. جول يا دور خنيسي. سيكازو حكم المباراة. 50,000 في استاد رادس، 5 نتاع العشية بوقت تونس، طقس بارد في 19 درجة، يوم ممطر يوم شتاء بذكريات عام 98 في نهائي كأس الكؤوس ضد نفس المنافس بريميرو، و3-1 للحمرة والصفرة. البداية مهمة جدا أمام فريق ليس هين، مباراة ماشي المكتوب ولا ما تسال. الفريق الأنغولي ما خسرش من 25 مباراة، الفريق الأنغولي عمل 17 نظافة شباك في آخر 25 مباراة ليه، فريق ما خسرش في الأفريق من 7 لقاءات وما خسرش توكور من شهر ماي، يعني فريق صعب صعب الميراث، يلزم المكشخة في الطوب، يلزم ماتش من الماتشات الكبار وماتشات الخوالي ترجي من أجل أن يكون إن شاء الله في النهائي. سيكازوي الخمسة متاع العشية، يدق الساعة ويدق القلب ملايين العاشقة للترجي التونسي، وتبدأ لي بريميرو داغوستو. 1-0 نبدأ من الذهاب، هدف اللاعب بوا في الدقيقة 79. أجواء كبيرة جدا، أجواء رائعة جدا، جمهور مجنون، جمهور يدفع الترجي دفع، ناقص كان يهبط يماركي البونتو. وتنطلق المباراة، تمشي كرة الفريق التونسي وسط الميدان. يلا الأولاد، أرضية الميدان ثقيلة شوية بحكم الأمطار، لكن إن شاء الله مطرة الخير. يمشي الخنيسي يضغط، يلعب طه الزين، ركن يا ولا للترجي. يلا الأولاد، يلا السيناريو مباريات القمة والهدف المبكر. هذا هو الكونغو لبوبو، لاعب دولي في منتخب الكونغو الديمقراطية. فريق بريميرو أغوستو عنده 9 دوليين من أنغولا، وعنده بوبو الار دي سي. غايلان الشعلالي، يا ربي من الثواني الاولى هدف التعادل بمجموع المباراتين. انطلاق الكره الثابته، تمشي كره عقيم الاول بالراس، والكره ضربه مرمى باهيه من طه ياسين. الخنيسي ناويها اليوم، الخنيسي باش يماركي باذن الله. ترجع الكره للفريق الانغولي والحارس توني كاباتسا. الترجي يلزم يلعب تركيز، يلزم يلعب برشا اعصاب، يلزم يلعب بهدوء، ويلزم يحافظ على هدوء وتوازنه التكتيكي. لا للانتحار، البونتو جاي جاي باذن الله. المهم ما نقبلوش، مهمة مش سهلة أمام فريق قوي جدا هجوميا وخطير، ردبانة من جيرالدو. ترجع الكرة وسط الميدان، الفريق التونسي يفتك الكرة، يمشي فوساني، ولد كوليبالي حط الكرة لكم، الإيفواري للجار الكاميروني، ينطلق في مصلحة الفريق التونسي. ترجع الكرة، شوف الكرة والتيران ثقيل برشا، البدري يمشي أنيس، أنيس البدري حط الكرة وسط الميدان، كرة للفريق الأنغولي. اليوم فما تغييرين مقارنة مع ماتش الذهاب بالنسبة للكوتش زوران السربي لفريق بريميرو. الترجي برشا جرينتا، تمشي كرة الترجي الرياضي وسط الميدان والضغط التونسي، ترجع كرة طويلة عن طريق داني، داني في الوسط، امشي كوم متسقيك، والكرة تمشي عن طريق النيجيري رزاق أديكبيت. هذا يعوض هدافهم جاك بيتومبا في ماتش اليوم. يمشي الفريق الأنغولي، كرة سهلة لسامح، ينطلق دربالي، امشي زيد يا دربالي، دربالي دربالي سامح الدربالي. ترجع كرة بدري، بدري حط الكرة، غيلان فرانكوم رد بالك. ترجع الكرة كوليبالي، قام القدام كوليبالي سنتينيل. ترجع الكرة لفوسيني، العب الكرة، برافو فوسيني، حط الكرة للترجي الرياضي التونسي عن طريق غيلان الشعلالي، الشعلالي يمشي كوليبالي، كوليبالي يمشي الترجي التونسي في الاتاك عن طريق غيلان، غيلان يفتح اللعبة على اليسار بن محمد، يمشي أيمن بن محمد، حط الكرة مكشوفة، كانت واضحة يا أيمن. ترجع الترجي يضغط، بريسينج رد بالك في ظهرنا، والكرة تمشي برافو، مرة أولى مرة ثانية خطأ للترجي التونسي. البداية الجيدة من الترجي. محمد علي اليعقوبي بخبرة السنوات والاحتراف التركي، إن شاء الله اليوم ما غير أخطاء يكون في الطاب. ترجي 3 ماتشات ما غير ربح، سجلنا فيهم هدف وحيد ضد الملعب التونسي في الدوري المحلي. 3 دقائق لعب في الشوط الأول، تمشي كرة، شنو هذه؟ كرة ضربة مرمى للحارس توني كاباسا. أهداف الترجي في المسابقة 18 هدف، وهو الثاني أقوى هجوم بعد الأهلي 22 جول. 18 هدف توزعت 7 في الأجوات الأولى و11 في الفترة الثانية.
تمشي كرة طويلة من توني كاباسا رجل السيمي فاينل اللي رشح فريقه لهذا الدوري أول مرة في تاريخه بعد ضربة جزاء في لومبوباتشي قدام لو تو بويسون لو كرون مازمبي ترجع الكرة وسط الميدان فريق مش خايب الكل فريق بريميرو فريق على المستوى البدني على المستوى التكتيكي قوي برشا الكرة ترجع عن طريق الحارس كباسا امشي توني توني يلعب كرة طويلة ترجع للدرج الرياضي باهي وسط الميدان حط الكرة البلايلي حط ليوسف يمشي البلايلي يوسف البلايلي يمشي ود الصحراء البلايلي والأربع كرة والدفاع والركنية الضغط يجيب والكرة ركنية للدرج التونسي القائد داني هذا الكابتن داني رقم خمسة في التشكيلة الأنغولية تلعب الكرة الترجية ترجع الكرة الكروس وضربة راس امشي الكروس وصل الكرة عاد ترجع الكرة للترجي التونسي باهية بالكرة يوسف البلايلي انتقال كرة ممتاز فرصة كبيرة ويني وين الكرة اضرب يا بلايلي يضرب الكرة البلايلي خطيرة جدا ترجع ركنية الترجي باش يماركي بالقوة بالسياسة باش يماركي ممتازة جدا من شامو خمسة دقائق لعب في الشوط الأول الدقائق الأولى مهمة جدا لمصلحة الترجي أجواء كبيرة وجمهور خرافي باستغلال الكرات الثابتة يمشي بالكرة الترجي الرياضي ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الهجوم يلعب غيلان هاي الكرة من البدري يمشي البدري هزكرة غيلان غيلان وركنية جديدة الركنية الثالثة للترجي تونس أداء ممتاز روح قتالية وروح انتصارية متميزة جدا لكبير باب سويقة ترجع كورنير وين الكرة تمشي الكرة الانطلاق وخلاها ركنية نلعب ركنية مباشرة يهديكم ربي ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق البدري يلعب كرة الغيلان يمشي الشعلالي وزع كرة أرضية ترجع الكرة لهجوم الترجي عن طريق البدري البدري والدفاع ردبانة من كونتر أتاك ديما واحد يغطي يمشي بالمحمد بين محمد باهي الكرة هايدي دوبلومون يمشي بالكرة يمشي غيلان خطيرة والحارس توني كابيسا توني يتصدى على كرة الترجي والكونتر أتاك رد بالك برا أوت رد بالك ما نتخمروش خمسة دقائق ستة دقائق في الشوط الأول سكور 0-0 البونتو جي في أي لحظة في أي وقت المهم ما نقبلوش كرة عكسية من المدافع الأنغولي كان ممكن تعطي الشانس للترجي الرياضي التونسي لهذا الشباك كرة من يعقوبي ترجع كرة الشمو يمشي الكابيتان اليوم في غياب الشمام يلعب الكرة تتايا مرة أخرى عن طريق خنيسي كرة ضايعة حذاري حذاري من هذا الفريق الأنغولي ترجع الكرة من اليسار عن طريق اللاعب بايسو لاعب تروكو فرانكوم يمشي فرانك حط الكرة شمس الدين الذوادي باهم البلايلي البلايلي حط كرة حلوة برشا في دار الدفاع امشي امشي يا بدري البدري البدري مشي عديه البدري انيس البدري عدي كرة يا طه يا طه بولتوك وصل كرة اضرب اضرب كرة مش ممكن الان بلايلي 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 حط الكرة فرانكوم فرانكوم شاط كرة والدفاع والحارس مش ممكن على هذه المحاولة هذه الكرة حبتنا والترجي ما حبش روحه محاولة أخرى ضايعة خذ بايك من الأول ترجع الكرة الفريق الأنغولي يرجع للدفاع ما توخرش ما توخرش ما تدافعش وانت متاخر بن محمد واحد يقدم له يمشي الخطير بوكون النيجيري وسط الميدان يلعب لي شو حط الكرة جوزي مكايا بوكون رقم 10 النيجيري يمشي الكرة جيرالدو جيرالدو يوزع كرة جيرالدو خطيرة حذاري حذاري تسديد الحارس الله ممتازة مرة أولى مرة ثانية ستار والهدف الأول البريميرو هدف أول البريميرو أغوستو مش ممكن الترجي ثلاث أربع فرص في البدايات وبريميرو أغوستو يسجل هدف غالي دقيقة السابعة وهدف قاتل هدف قاسي جدا لبريميرو أغوستو هذه الكرة الترجي الآن مطالب ثلاثة أهداف شوف الكرة ما فماش ضغط على حامل الكرة شاطها صعيبة يسيبها رامي ينقذها مرة ثانية ولكن المتابعة والكرة في الشبكة 1-0 للكبير الأنغولي 1-0 لبريميرو أغوستو هذه الكرة والمتابعة
والهدف الاول. مباراه مازالت طويله لكن على المستوى الكروي والمستوى الثاني صعيبه برشا. حذرنا من جيرالدو راه الكره. شوف المتابعه والهدف يسجل عن طريق نفسه جيرالدو. جيرالدو شات وجيرالدو مشى كمل ولا واحد كمل معاه. والهدف الاول للفريق الانغولي عن طريق جيرالدو. داغوست 1 الترجي التونسي 0. 1-0 بخبرة المدرب زوران اللي من اللي جاهم في ديسمبر الفريق ما خسر ولا مباراة. مباراة صعيبة برشا بدأت بشكل جيد للترجي التونسي على مستوى اللعب على مستوى الرغبة على مستوى التجاوز. دفاع قوي للبريميرو وخلق الفرص ولكن من أول كرة بريميرو أغوستو يفتح التسجيل ويسجل أولى أهداف المباراة. 1-0 داغوستو. لأن الترجي قانونا مطالب بالتسجيل 3 مرات 3 أهداف للتأهل للمباراة النهائية. سيناريو مش سهل ولكن ليس مستحيل. شوف الكرة شوف الخطأ في الدفاع. الترو موجودة يضرب جيرالدو. قلناها وعودناها 1000 مرة مشكل كارثي في محور دفاع الترجي في كل مباراة يقبل هدف. وصراحة كنت متأكد قبل هذه المباراة أنه بريميرو بشي يزور مرمانا ولعبت على 3 أهداف ولكن سيناريو 0-1 الآن صعب صعب جدا على المستوى المعنوي وعلى المستوى البسيكولوجي. الجمهور مطالب بالتشجيع. الأولاد مطالبين ما يضيعوش برشا وقت باش يعملوا رياكسيون وإن شاء الله هدف التعادل يجي في أسرع وقت باش تعاود تفسخ من جديد تلعب على 2 أهداف للكاليفيكاسيون. 1-0 أغوستو عن طريق أخطر لاعب جيرالدو. هذا اللاعب اللي كان لعب في الدرجة الثانية البرازيلية يا السادة. ترجع المباراة 1-0. جيرالدو سجل الهدف في الدقيقة 8 والمباراة تتواصل في الشطر الأول. يمشي بالكرة الشمو شمس الدين الذوادي. المهم ما ضيعوش برشا وقت العودة في المباراة. يمشي بوبو بوبو حتى الكرة طويلة ترجع بالراس لفريق الترجي التونسي. فما انزلاق طبعا لحالة الميدان نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطلت على العاصمة في آخر 48 ساعة. كرة لفريق أنغولا بريميرو أغوستو وفوسيني كوليبالي. كوليبالي كرة في العود. فريق هذا ما هو سهل. تعادل في سوسة مع ليتوال، تعادل في لوبومباتشي مع مازيمبي، لم يخسر في زامبيا ضد زيسكو، والتقريب في كل مرة كان يسجل هدف. مرة أخرى يتقدم في النتيجة الفريق الأنغولي. حصيلة المباراتين الآن 2-0. المباراة الثانية ما زالت في عمرها أكثر من 80 دقيقة، خطأ لمصلحة الترجي التونسي. كرة ستعود لفريق الترجي. فاول على اللاعب بوبو. والكرة تمشي عن طريق سامح الدربالي حتى الكرة ليعقوبي. يلعب أيمن بن محمد. أيمن بن محمد في وسط الميدان. ترجع الكولي. ترجي يلزم ينسل بونتو ويرجع يبني من جديد العودة السريعة قبل 20 دقيقة إن شاء الله. يلزم نكونوا معدلين بإذن الله. لأنه كل دقيقة تمر في صالح ثقة الضيوف. فريق يلعب ما غير ضغط باعتبار أول مرة يوصل سيمي فاينال شامبيونز ليج في تاريخه. والثاني فريق أنغولي يبلغ محطة المربع الذهبي لدوري الأبطال منذ فريق بيترو أتلتيكو من لواندا في سنة 2001. هدف ضد مجرى اللعب. ترجي بدا أحلى بداية ولكن الكرة أهداف. ومن أول هافو يسجل بريميرو. لاغوستو عنده كرة. جيرالدو ممتاز ولكن أيمن بن محمد متفوق متفطن في اللقطة هذه. كنت نبهت في كرة الهدف وهو يقدم جيرالدو. ما توخرش وانت تدافع يا بن محمد. خذا التيران ربح التيران. شفتوا السرعة متاع اللاعب جيرالدو قوته. هو اللي بدا الكرة ثم مشات مركز باش يشوط ثم كملها في جزء الثالث باش يحطها في الشبكة. جيرالدو لاعب ممتاز جدا. اللاعب الدولي لمنتخب البالانكاس نيغراس دي انغولا. ترجع كرة وسط الميدان. كرة عن طريق الترجي التونسي في خطأ. لابد من الهدوء ولابد من الجمهور. مواصلة التشجيع. يمشي بن محمد. أيمن بن محمد فما خطأ فما ورقة صفراء. أول إنذار في المباراة. أول إنذار في المباراة على رقم 16 اللاعب جوزي ماكايا. جوزي ماكايا ياخذ ورقة صفراء أولى في المباراة.
جوزي غانغا ماكايا. كرة ترجع للترجي والجمهور يساند. ترجع الكرة تمشي عن طريق فرانكوم. رجعت أنغولية خطيرة جدا. يلعب الكرة الفريق الأنغولي. هجماته السريعة. سنعاني كثيرا من هذه المرتدات لفريق أنغولا. ريميرو أغوستو يرجع بالكرة. شمس الدين الذوادي حط الكرة. غيلان الشعلالي. الشعلالي كرة من فوسيني كوليبالي. النصف النهائي رقم 11 للترجي في المسابقة. بن محمد يلعب كرة ليوسف البلالي. حط كرة لعب معكم. يمشي فرانكوم. فرانكوم فرانكوم يرجع كرة البلالي. البلالي وضرب جزاء. ضرب جزاء للترجي التونسي. لم تنتهي بعد معركة رادس. ضرب جزاء للبلالي. دقيقة 15 ترجي الرياضي التونسي يستحوذ على ضرب جزاء. ما حصلهاش في الكاف شامبيونز ليج من الماتش الثاني في البطولة ضد نادي الكونكورد الموريتاني. ضربة جزاء موجودة. فرانكوم يعطي الكرة للاعب البلالي. فماش حتى شك ولا اختلاف. تهور من اللاعب رقم 16 اللي عنده ورقة صفراء. اللي عنده ورقة صفراء. يا سيكازوي خرج وطبق القانون. مكايا ورقة صفراء. لكن يكتفي بالبينالتي. يا ستار يا من على اختار. اكتب لنا حسن وخير الاقدار. كرة من البلالي. خمسطاش دقيقة لعب في الشوط الأول. يمشي البلالي جول. هدف التعادل للترجي الرياضي التونسي. سنعيد سيناريو 98 لما سجل لاغوستو واحد بلاش في أول دقيقة ورد الترجي بثلاثة ومشى للكاس. سنردها يا بريميرو. سنردها يا داغوستو ونعيدها. نعيد ذكريات الماضي. خلاص الآن كان 0-0. الآن الترجي مطالب باثنين. يلزم يسجل اثنين بالقدرة. هدف التعادل افضل سيناريو كما تمنيته وكما قلت لك. يلزم قبل العشرين ان شاء الله نرجعوا باش ما نتاثروش وندخلوا في الدوت. الترجي يسجل عن طريق يوسف البلايلي ثاني اهدافه في المسابقه. مازال تنسالك بونتو يا خنيسي وبونتو يا البدري. 1-1 الترجي التونسي. لا جرينتا تمشي الكره عن طريق شامو. قولوهم الاولاد. ترجع الكره عن طريق كوليبالي. كوليبالي في الثمانية. اللاعب جيرالدو في الدقيقة 16 ضربة جزاء لبلالي. إن شاء الله تعطيه الثقة يوسف هذه الكرة باش يقدم مباراة الموسم. مازال برشا لعب وبرشا كرة. ترجع طريق فرانكوم. فرانكوم والكرة للترجي الرياضي في خطأ لا في تماس. العب الكرة يا غيلان. ترجع كرة وسط الميدان. أكثر الفرق الأفريقية حضورا في المربع الذهبي في دور الأبطال. الأهلي المصري 15 الترجي ومازامبي 11 أشانتي كوتو كونغاني 10 و9 للزمالك. ترجع كورة ملعوبة طويلة. حذاري حذاري اش تعمل يا شامو. كرة صعبة مش ممكن. مراوغة أولى وملعبة ثانية نحياله شامو. خلاص السلامات. اش تعمل يا ذوادي اش تعمل يا ذوادي. ترجع الكرة شمس الدين. يمشي شمس الدين جري كرة ما غير هبلة ما غير تخميرة. سيأتي الثاني بإذن الله والثالث. يمشي يا كوم. العب يا كوم. زيد يا كوم. لو تحاول يمشي كوم يشوت. الدفاع يرد ويصد. مباراة للتاريخ. مباراة قوية برشا والكرة تمشي عرضية. هيا بعيد عليه. بعيد على السامح الدربالي. كرة طويلة على السامح الدربالي. تكلمت على مربع الذهب في تاريخ دوري الابطال. قلت الاهلي 15 نمبر 1 الترجي مازامبي 11 نمبر 2 في مربع الذهب في بطولات افريقيا. كانوا ياوندي 11 اشانتي كوتوكو 12 الزمالك 13 ليتوال والاسبيرونس 14 مازامبي 15 والاهلي 21 دومي فينال. كرة كانت طويلة برشا قوية برشا على السامح الدربالي. مازال الوقت يسعفنا. مازال الأمل ينادينا. مازال النهائي يشد على أيادينا. كرة للترجي الرياضي التونسي مرة أخرى من جديد وسط الميدان. العب الكرة ضغط رهيب والكرة تمشي. كولي كوليبالي كوليبالي السامح الدربالي. دربالي والدفاع. التغطية الدفاعية لازم تكون موجودة. نظموا لأموركم. بايزو الياساري تروكو رقم 19 يلزم نلعبوا على اللاعب جوزي مكايا. نخرجوا ورقة حمراء.
لانه عنده انذار وسامح الحكم سيكازوي الله يهديه. خطيره والدفاع الانغولي يصمد مره اولى لن يصمد في الثانيه. بلالي بلالي خرج كوره يا يوسف، خرج كوره والعب، العب كوره يا يوسف، ارجع الكوره لفريق بريميرو اغوستو. كوره البريميرو ترجع للنيجيري رزاق، الرزاق للظهير اليمين، اللعب مينغو، مينغو حط الكرة، إي بوكون، يلعب النيجيري بوكون، جيرالدو، جيرالدو يضغط فوسيني، عدى الكرة من مينغو، يضرب ليه، مش ممكن كرة أخرى ضاعت من يعقوبي، وخطا للفريق الأنغولي، فيق يا دالي، فيق، فيق يا يعقوبي، ترجع الكرة للفريق الأنغولي على خطأ. في الترجي التونسي ثلاثة ملاعبية عندهم كارت أصفر، ذوادي كوم وغيلان. لا نتكلم على الميسز نيكست ماتش ونهائي لأنه ماناش في النهائي الآن، بعاد مازلنا بعاد 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. واحد واحد في معركة رادس. التقدم أنغولي من جيرالدو والتعادل تونسي عن طريق الفناك البلايلي. حذاري من التسديدات لأنه الفريق هذا منين يقبل يشوت. سجل اهداف من مسافات بعيده. فماش كفرون احسن، فما توش تتلعب بالكره، حذاري عنا. ترجع مره ثانيه والتماس لفريق وكبير انغولا البريميرو، ينادولو في انغولا داغوستو. الفريق هذا تاسس عام 1977، عنده 12 بطوله وخمسه كوبات. لعب نهائي كاس الكؤوس عام 98 ضد الترجي. أول مرة دومي فينال شامبيونز ليغ، يلعب الكرة يا بريميرو، ترجع بالراس عندك يا كولي، كرة ثانية ناخذها، كرة ثانية سان فوت، يمشي بالكرة بدري، يمشي بدري، برافو ياخذها نيس، ثم خطا وصفرة، أعطيه الصفرة، أعطيه الصفرة 19 بايزو، لا لا باش تحمر، لا 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 باش تحمر اليوم على بريميرو أغوستو، ما يلعبش النهائي ولن يلعب النهائي لأنه أصلا لن يكون نهائي لكم يا تروكو. الترجي التونسي بامكانه الاستفاده من الاوراق. ترجع الكره بوكون، النيجيري بوكون، حذاري حذاري، وينو الدربالي، وينو سامح. ترجع الكره الهجوم عن طريق بوكامبا، بوكامبا جيرالدو، واحد يغطي على بن محمد، واحد يغطي مع بن محمد، يمشي جيرالدو، يمشي جيرالدو، حط الكره مره ثانيه عن طريق شو، شو جيرالدو، 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 حاول يعدي، لاعب قلت موهوب فنان وسريع، لعب في الدرجه الثانيه لا سيكوندا في البرازيليرو، الدوري البرازيلي ممتاز. 21 دقيقه لعب في الشوط الاول، التعادل ايجابي هدف لهدف. الحد الادنى المطلوب في هذا الشوط ان نكملوه رابحين. إن شاء الله. ترجع كرة من التماس، الرمية الجانبية لبريميرو، أحسن شيء أن الترجي تعادل بسرعة، ماهوش سهل ومش مضمون. ترجع الكرة للفريق الأنغولي، فما شيء، العب العب يا كوم، العب العب والجمهور معاك. تمشي فرانك كوم، يلعب كرة طويلة فرانك، حاط الكرة براسية، الكرة الثانية وسط الميدان ياخذها فوساني كوليبالي، امشي كولي اجري تحرك يا فيل. ترجع الكرة للترجي التونسي على اليمين، يمشي بالكرة، الهجمة البدري أو البلايلي، 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 ترجع صنفات لا بالهف وعملها. لا يا البلايلي إذا باش نلعب بالروحي عاد نلعبوا في لعبة حوم مش معقول، العب مع أصحابك والعب كرة يا يوسف يا بلايلي. أو البدري، لا هو البلايلي. الناس تغيب عليها فورمه شهر شهرين، خمسه سته مباريات الا في تونس، اللي يتنحى الفورمه، الفورمه تغيب عام ونص عامين يا اخي. هذه مباراه الموسم، هذه مباراه المئويه اصلا ليست موسم. هاي يكبس. ترجع الكره للترجي هذه، شمس الدين الذوادي. ذوادي. يمشي شامو. كره ترجع للترجي هذه، باهي خذاها، خذاها، يمشي يبعد عليه. ترجع الكره. لفريق بريميرو جيرالدو، باش يعذبنا جيرالدو، باش يعذبنا، باش يعذبنا جيرالدو، لازم التغطية، يمشي جيرالدو لاعب كبير برشا، حط الكرة عن طريق مكايا، جوزي مكايا، يفتح لليسار تروكو، يتقدم بايزو تروكو، يلعب الكرة بوكامبا، بوكامبا والحارس، رد بالك من ربون رامي جريدي، ترجع الكرة من رامي،
23 دقيقة لعب في الشوط الأول، تلعب ضد وقت، ضد منافس، ضد نتيجة. كرة عن طريق ليعقوبي، حل اللعب شمس الدين شامو الذوادي، ألعب يا ذوادي، فرانك كوم، رامي جريدي، ترجع كرة للترجي التونسي عن طريق ليعقوبي، فرانك كوم، شوف الطريقة الدفاعية للفريق الأنغولي لتقريب، يبدأ يدافع من منطقة الترجي، ما يستهناش في منطقته فريق بريميرو، مدرب عندهم ممتاز خشين برشا زوران. ترجع الكرة بالراس، يلعب الكرة بعيد على الخنيسي عن طريق داني، تتهاي الكرة تمشي بوبو، حات الكرة بوبو، يلعب كرة طويلة، والله مانيش عارف أنا سامح الدربالي ديما فينو، وينك يا سامح؟ راه اليمين أنت في الكولوار، وينو سامح الدربالي يا خويا؟ تسلل واضح على فريق بريميرو أغوستو الأنغولي. ترجع للترجي الرياضي، كرة عن طريق فرانكوم، فرانكوم يلعب الكرة عن طريق أنيس البدري، ترجع كرة صلحها أنيس، ترجع بالراس في وسط الميدان، كرة للفريق الأنغولي، أرضية الميدان ثقيلة برشا، ترجع الكرة لبريميرو خطيرة جيرالدو، وفما كرة ترجع طريق محمد، برافو الجرين توزو، امشي حمى الإيرلندي، حط الكرة وسط الميدان كوليبالي، وسط الميدان الترجي ثقيل برشا، يلزم السرعة، يلزم السرعة، كان واحد ترقد الكرة عنده دقيقة دقيقتين وفات المباراة، جري يا يعقوبي، يعقوبي، يمشي يعقوبي، مباراة أعصاب، ترجع الكرة يعقوبي، حط الكرة وسط الميدان. الترجي تصورت بعد الهدف باش يكون احسن وينتفض، ولكن بعد الهدف الترجي سيء. ترجع الكره الفريق الانغولي، فريق ثقيل، امامك الارقام، 5-3 محاولات، 2-3 هما شاتوا اكثر على المرمى، والبوسيسيون للترجي. ترجع الكره مره اخرى عن طريق الاتاك، يلعب الكره بلالي برا جوزيف، يمشي يوسف لبلالي، حط الكره خليسي بلالي، فما خطا حكم لا، ترجع دربالي، يمشي السامح، دربالي، يمشي بالكره، ويني هيا عن طريق الهجوم غيلان، شعلالي حط الكره، يمشي في الكولوار، ممتازه بدري، هذه كورتك، انيس البدري، البدري عدى، البدري كورنر، ركنيه للترجي التونسي. 26 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازال وقت، كالما. كرة ثابتة في نصف نهائي، في نهائي راهي الكرة الثابتة مهمة جدا، اشترى الربح. ألعب يا البدري، هيا بالراس خطيرة مرة ثانية، يرجع كرة بوبو، ترجع الكرة، رجعها في منطقة الجزاء، مازالت خطيرة، ارتبك، ترجع كرة خنيسي، حات الكرة للترجي الرياضي، يمشي البدري، حات الكرة بدري عدى، يوزع كرة، هيا إيليا، الجول الثاني يعقوبي، الهدف الثاني للترجي التونسي، الله على أحمر يصبغ، الله على يطبع، الله على اسمك يا الترجي لما يكتب، 2-1 للترجي، لن يمر هنا من جحيم رادس، ما يخرجوش من جحيم رادس، الله 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 الله، كام باك ريمونتادا للترجي التونسي، بذكريات الخالدة في ماتش الهلال، روعة يا بدري، اضرب جول، إيليي، الهدف الثاني للترجي التونسي، الهدف الثاني للترجي، استنيناك اليوم ولقيتك يا البدري، يعقوبي برافو، 2-1 للترجي، على بعد هدف من الترشح، في الدقيقة السابعة نعرف فيكم برشا خاف وبرشا أيس وبرشا تعب وبرشا مرض، لكن قلت لكم الترجي لن يخرج بريميرو سالم من هنا، الجلوريوزو الترجي يتقدم 2-1. المهم ما نقبلوش يا الاولاد، ويني الفريق هذا باش نعطيكم، اللي في اول نصف ساعه الترجي مركز زبونتو، اول مره يقبل زوز اهداف من عمي، بلانتي زفرها يا ربي، يا عالي سيكازوي، فيهاش تمويه يا سيكازوي، شنو هو ضربه جزاء يا سيكازوي، ضربه جزاء يا سيكازوي، مش ممكن في دقيقة 28،
باش يعطيه ورقه صفراء التمويه في بينالتي ظاهره. سيب الكره، سيب الكره يا خنيسي. زفر الحكم من زامبي يا ولدي، اذا فيها بينالتي زفر حتى 60 بينالتي. ضربه جزاء للترجي التونسي، فماش كلام. قلت لكم بسيناريو 98 وين باش تمشيو، وين باش تطلعوا، وين باش تدوروا، وين باش تحوسوا، باش تاكلوها، باش تاكلوها يا بريميرو. هيا 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 لو عاد بينالتي، عاد بينالتي. مسو مسو راح يا هيا يا سا يا كيكا سيكازوي. ترجع الكور، شوفها هيا هيا، ولا واحد عمل لنا مزيه. بينالتي، ضربه جزاء الترجي. ملا الجمهور، هذا الجمهور العظيم، هذا الكرنفال الكبير، هذه هي اجواء رادس. يظل يزفرها، يظل يزفرها. بينالتي للترجي الرياضي التونسي. ماذا؟ لا اعطاهم كره، لا مال الدعوه نافذه فيك يا سيكازوي. لا لك هاو تستحقها، تستاهلها. كل باش نسحب ندعي لك بالخير. خلاص يا سيكازوي، مش ممكن، هذه ضربه جزاء. يلا معين، يلا معين. اوكي اوكي، هذه بذكريات يا معين. ماتش الهلال، ترجي خاسر اثنين بلاش، خاسر واحد بلاش، دقيقة 70 وربح خمسة ضد الهلال الكبير السوداني. هيا هيا بيده باش يمسوا. هيا يا رسول الله، في ضربة جزاء يعني يراها. ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي، تمشي الكرة للترجي الرياضي. كرة طويلة، الضغط 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 الضغط، باش يخرجها. ضربة مرمى للفريق الانغولي، بريميرو اغوستو من توني كاباسا. نصف ساعة، أين كنا وين أصبحنا؟ كيفاش بدينا وكيفاش وسطنا المباراة؟ يا ودي هاك ما تنجمش حتى تجري يا اسم هبتك. باهي ناخذوها كطرفة وناخذوها ك يعني تلطيف أجواء للأعصاب المشدودة. امشي بالكرة، امشي يا كباس، امشي يا كباس. دراجان عمل فيلم ويضغط ويضغط، فرحت قلت بينالتي. يا دراجان تحمد ربي، تحمد ربي عندك ورقة حمراء. ماذا بين الترجي والتحكيم الإفريقي هذا الموسم؟ أقولها بكل صراحة، هذه ضربة جزاء وفما في البينالتي الأولى ورقة حمراء لك ال 16 مكايا، مش ممكن. ترجع الكرة للترجي التونسي، يمشي الانطلاق، العاصفة حمراء وصفراء، فماش خطأ. حذاري حذاري، إذا ما ناكلوش بونتو آخر أنا بقدرة ربي فيناليست. رد بالك يا الأولاد، جايين جايين. ترجع الكرة، من أكثر من عام فريق بريميرو ما قبلش هدفين، باش تعرف أنه الترجي يعمل في شوط ممتاز بلغة الأرقام. ترجع الكرة الترجية، أو لأقول أكثر بكل العمق تونسية. ترجع الكرة الترجي عن طريق فرانكوم، فرانكوم خرج كرة حلوة، كرة من بدري، بدري ماشي، كرة خطيرة. امشي والدفاع فكر في الشوط ومن بعد رجع باسا. خطأ خطأ للترجي الرياضي، لا عنده ورقة حمراء هذا. سيبه سيبه، هذا 27 النيجيري. اهدى يا فيل، اهدى يا فيل، بحذاك السيد كوم، لا خوف على النسور. ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي، 3-1 في الشوط الأول، عسلة. كرة للترجي الرياضي التونسي، 32 دقيقة في اللعبة، 2 الترجي 1 رفقاء بوبو. ترجي باش يعدي بريميرو النصف هذا، ما تبات الأميرة السمراء إلا في باب سويقة. ونجيبك نجيبك يا المصرارة. ترجع كرة غيلان، ما دام ما زالوا في الارتباك أضرب هو الدل واحد حي صاحي. ترجع كرة التماس للترجي الرياضي بهدوء يا الأولاد، على بعد هدف، ما نتهوروش ما نتهوروش، خاطر الذوادي في الدزويت ويعقوبي في الدزويت والكلها في السيمتر. لا لا، رد بالي لأنهم كونتر أتاك خطير برشا. يمشي بن محمد، بن محمد وحدة يا أيمن، أيمن بن محمد عدى ويربح تماس، تماس للترجي التونسي. واحد يطلب كرة، واحد يطلب كرة، حمى الإيرلندي وصل كرة وضربة مخالفة للترجي الرياضي، ضربة مخالفة للترجي الرياضي. يا ظلمني وانت على بالي. سيكازوي يعطي في القشور والمامو ياخذ فيه بريميرو اغوستو. ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي،
خلاص قوس أغلقناه، نرجع نركز على الماتش، نرجع نركز على الهدف المطلوب. ترجي 2 بريمير 1. يلا يوسف، يلا بليلي، يلا بدري، مازلت نسالك بونتوك يا خنيسي، تمشي كورة بدري أو بليلي، بليلي شوف فيها في الثالث والله أعلم يا معين، ربي عين كورة للثالث. ويني؟ أرجع لي للمباشر، أرجع لي يوسف البلايلي، شوتها مليح يا يوسف، يوسف البلايلي يمشي، يوسف البلايلي لا لا يا ستار، كيف طلعت الكرة وخرجت. الشوط الأول رائع للترجي التونسي، كرة للترجي ركنية، مازال الخير، مازال الخير، لاباس لاباس. ترجع كرة للترجي الرياضي، كرة من ركنية، شوت ميوفة كان 3-1 بيد ربي. ترجع الكرة، وين راسية أخرى، ترجع الكرة رد بالك، يضرب كرة الترجي، أضرب شوت ممتازة وركنية أخرى. ملا مكشخة اليوم، ملا مكشخة اليوم، ركنية جديدة. شوف الكرة محلاها، أوه توني كباسة كيفاش خرجها، ركنية يوسف البلايلي، يمشي يوسف، يمشي يوسف البلايلي، تلعب الكرة وين عاد دوزيام بال واحد ياخذها، رد بالك، ترجع ممتازة ممتازة، يمشي أنيس أو غيلان واحد منهم الاثنين ولادنا، يمشي بالكرة دربالي، سامح الدربالي يلعب كرة مرفوعة بعيدة يا سامح، بعيدة يا دربالي. اليوم كان جاي مباركي كيما نعرف لاباس وفي التوب نتاع أيام إيهاب، راهو سكور توا 4. أوه ملا كرة، ملا باراد عملها توني كباسة، ممتازة الحارس العملاق الأنغولي، برافو سامح كمل. تمشي كرة طويلة من توني كباسة، يرجع بالرأس مرة أولى، برافو. لا عاد حكم يقول خطا لمصلحة بريمير وأغوستو، حكم يقول فاول للداغوستو. مباراة مثيرة جدا هنا في استاد المباراة، أجواء كبيرة جدا، أجواء خرافية، جمهور أنت استثنائي، جمهور أنت رهيب وماكش عادي. الترجي حذاري من جيرالدو، كرة صعبة جيرالدو، يو رد بالك، رد بالك بالراس يا ستار، اش تعمل اش تعمل اش تعمل يا كولي، خذا الكرة قدامه وعدو زي بوتو، يبدلها ديفياسيون كاملة ولا واحد يتبع، يماشي الدفاع بيقدر الله والمفارقة، راهو دفاع الترجي ثاني أقوى دفاع في الشامبيونز ليج، هيا تصور يعني الأهلي قبل 6 والترجي 7 اليوم 8. ماشي باللطف الكرة الأخيرة، مش ممكن ما أهدرها، ورزاق رزاق أهدر كرة 2-2، تولي صعيبة برشا خاصة نحن في نهاية شوط أول، تولي ترجع تبحث على الثالث والرابع، توا أنت تبحث كان على الثالث. ترجع الكرة عن طريق الترجي التونسي، يلعب يعقوبي، خذ بايك من الأول، من الشوط الأول 3-1 ومن بعد جاري الماتش، اعمل اللي تحب، العب الكرة يا ذوادي، ذوادي ترجع بالراس، كرة طويلة عندهم، يرجع الغول، يمشي السيد كوم، يمشي يا فرانك، اضغط يا كوم، كمل يا كوم الكاميروني، والكرة ترجع كوليبالي، كوليبالي بالراس مرة أولى، مرة ثانية الدربالي يقاتل، والكرة في خطأ لأغوستو، خطأ يستفيد منه داغوستو، فريق البريميرو الذي تأسس 1 أغسطس 1 أوت 1977، وهو فريق الجنرالات، فريق المؤسسة العسكرية، لذلك هو فريق غني وشهير جدا في الرياضة الإفريقية. تعرفوا بريميرو في كرة اليد، تعرفوا بريميرو في كرة السلة الباسكت، لا يلزم تهدى الأمور، يلزم تهدى الأمور. السينما الأنغولية، ولا أدري هل مهرجان قرطاج السينما اللي يبدأ بعد أيام مستدعي السينما الأنغولية لفعاليات المهرجان الأعرق في أفريقيا والوطن العربي أو لا؟ في الجي سي سي موجودين أنغولا ولا لا؟ قولوا لي خبروني، سينافسون على التنيت الذهبي أم لا؟ أما التنيت الذهب للشامبيونز ليج فالترجي مطالب بهدف إضافي. واهدى أنت يا بن محمد، اهدى يا أيمن،
شاو تاول فيه كل شيء، فيه الإثارة، فيه الجرينتا، فيه الرجلة، فيه الصدمة، فيه الجرحة، فيه الروح، فيه الحب، فيه الانتماء، فيه الكورة اللي ضاعت، الفرص اللي تاهت، الهدف الأول لأنجولا، فيه الرياكشن تاع الاسبيرانس، فيه الإصرار للثاني، وهدف محمد علي اليعقوبي. الآن سكور 2-2 بين الذهاب والإياب، ولكن أغوستو هو المتأهل لأنه مسجل هدف هنا في رادس. الترجي قانونا يلزم يجيب الهدف الثالث باش يلعب الفينال يوم 2 نوفمبر في مصر ولا في ستيف، ويوم 9 نوفمبر في رادس في الكرنفال. يا ربي ترجع كرة فرانكوم، فرانكوم حط الكرة نيس، يمشي البدري، البدري يلعب كرة دربالي، دربالي تحط الكرة للترجي التونسي، 2-1 للترجي مع اقصاء للاعب مكايا سمحهم فيه سيكازوي، وضرب جزاء ثانيه للبلالي ما عطاهاش سيكازوي. تاج الكره فرانكوم، حاط الكره يعقوبي، يعقوبي خليهم يلعبوا، خليهم يلعبوا، يمشي فرانكوم، يتقدم فرانك، هز الكره على اليمين في الرواق، كره عن طريق سمح الدربالي. إشار الفريق الأنغولي ممتاز جدا، يقلق برشا ما يخليكش تلعب. كرة من طه ياسين، خنيسي على مع الواحد اثنين، يمشي طه، طه وصل كرة ما تعداش، ضربت في الدفاع، فما خطأ ما فماش، أرجع يكوم، أرجع يكوم، قدم له يا ذوادي، امشي يا ذوادي، ترجع الكرة في تفوق عددي للترجي ولكن حذاري. كرة فيهاش تسلل، فيها الشوطة وفيها سيماتر لرامي الجريدي. عن طريق اللاعب رقم 13 هذايا بوكامبا، هذايا الهدف نتاعهم في مرمى اقبو الحارس الايفواري لفريق ونادي مازنبي، حط كرة التاهل للدومي فينال. سعد بقير رجل الشوط الثاني، حتى نحن نسالوك مباراة يا سعد من ماتش النهائي ضد الفيصلي نستناو. الكل اليوم يلزم يفيقوا، بلالي 16 يعقوبي 27، شوف الاخطاء، ترجع كرة من الشامو الشعلالي في الشوط الاول ما شفتوش برشا. ترجع كرة كولي، باهي كولي، يمشي كوم، كوم يلعب كرة طويلة، يلا يا بلالي، يمشي يوسف، يوسف لبلالي، وحدة يوسف، يبعد على جيرالدو، حط كرة في التزويت، تمشي بالكرة، عن طريق الخنيسي وينو؟ أوه كرة سهلة، بعيد على طه ياسين. طه ياسين الخنيسي أيضا الحقيقة أجد لولا أعذار، الكرة مش قاعدة توصل. ترجع الكرة للفريق الأنغولي، دربالي، العب باس. تمشي كرة عن طريق الشعلالي، الشعلالي راك قتلتها، ارجع بالكرة عن طريق شامو، شامو حط الكرة لدالي، يلعب يعقوبي، جاب الكرة بن محمد، يمشي بن محمد، حاط الكرة في دار الدفاع حلوة برشا للبلالي، جيبها يوسف، البلالي يوزع كرة وينو الثاني، وينك يا خنيسي وينك؟ وينك؟ عنا الكرة، ترجع للترجي الرياضي، ثلاث أربع دقائق من النار في نهاية الشوط الأول، كرة ممتازة، هو الكنترول، هاي الآن التوزيعة، إيليه دور، العب جول يا ربي ما حبتش، مش ممكن كورتكم، مش ممكن كورتكم. مش ممكن كرة فرانكوم، كرة ممتازة جدا، جمعية تفرح وتبشر بالخير، جمعية تكور وتلعب شيء كبير، دربالي ممتاز، حتى الكرة خنيس امتياز، أعطى الباس هذه ما تذيعش بصراحة، هذه ما تذيعش، هذه الثالث وباع وروح في الشوط الأول، يا كرة، لو جات عندك يا غيلان. الشوط الأول ممتاز جدا للترجي الرياضي. عنا مديدة على ترجي بهكذا أداء، تمشي كرة طويلة، الشيء اللي طمن للترجي قاعد يخلق في الفرص، الحاجة اللي تقلق التالي بن محمد، بن محمد يا باتران، بن محمد يا معلم رد بالك، فما خطأ فاول، فاول بن محمد، تمشي بسرعة، يلعب الترجي كوم، كوم الأولاد فاهمين اللي الأنغوليين داخو ويحبوا الثالث الآن، يرجع الكرة دربالي، دربالي يرجع فيه. ما خطا فما فاول، فاول الترجي الرياضي، يحكم انت يا زوران، اعطيه الزفاره وخلي زفر هو، الراجل منعوه من بينالتي ورقه حمراء ويتكلم. ويني؟ اعطيني المباشر يا مخرج. فما محاوله ضاعت على الترجي، كره كانت مباغته. ضايعها غيلان، في الشوط الثاني يخرج غيلان ويدخل سعد بقير. ثم في ورقة من أوراق المباراة هيثم الجويني،
ما يقدر يحاربهم هالعفرت هذا بوبو وداني إلا جويني. شوف الكرة هذه ضيعناها، كيف ضاعت كيف ضاعت ها قهروني كيف ضاعت. يا غيلان يا غيلان تمشي كرة طويلة يرجع كولي تحط بالراس سامح الدربالي، هو التماس لسامح، تماس للدربالي ما غير تسرع ما غير تسرع. الشوط الأول فيها وآخره 2-1 عملنا نصف المشوار وعدنا من بعيد طلعنا من آخر البير. ترجع الكرة لبن محمد للثالث والصيد الثمين، ترجع الكرة فرانكوم حط الكرة يعقوبي، يعقوبي يلعب الكرة الكولي، كولي جاب الكرة للذوادي شامو. آخر دقيقة في الشوط الأول كرة للترجي التونسي، يمشي الخطا للترجي الرياضي، يضربوا برشا اجريسيف برشا الفرق الانغوليه ككلها. وين الكره؟ نرجع على المباشر، كره خطيره وفرصه وكره ومره اخرى يدخل خنيسي. يا خنيسي، خنيسي كان ذكي برشا، حاول يبروفوكي المدافع للفاول. يمشي كره بعيده باهيه باهيه، ما يلعبوش بالنار في الدفاع. باهي يعقوبي، هدف ثمين يا دلي، هدف ولا اروع من محمد علي اليعقوبي. هذه كرة شوف الاختراقات سهلة برشا الحقيقة في الدفاع الانغولي. إذا الدفاع يهنينا الترجي في النهائي بقدرة ربي. بالروح بالدم نفديك يا ترجي، هكذا 50,000 وأكثر حنجرة في رادس في هذا التوقيت. ترجع الكرة جيرالدو ودبالك واحدة اثنين، امشي امشي كوم، التسديدة ضعيفة سهلة الحارس رامي، رامي الجريدي. ترجع الكرة من رامي. الشوط الأول على وشك النهاية، زاد دقيقتين لعل فيها خير بالثالث الآن. الشوط الأول كان يخلص ثلاثة وأربعة أهداف الحقيقة للترجي. عندك كوم، يمشي فرانكوم، فرانكوم هيا على اليمين، امشي في الكولوار جيبها جيبها يا دربالي، راك جماعة تدرب. امشي يا سامح 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 سامح، هيا يا سامح إليه الهدف الثالث. شوت لا يا غيلان، الله 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 على الفرص المهدورة. إن شاء الله ما نندموش على هذه الكرات، إن شاء الله ما نندموش على هذه الكرات. الترجي نوع لعبه، تخلي من العمق، تخلي من الأطراف، تخلي منين حب اليوم في مباراة والشوط الأول. رائع للترجي التونسي. يا غيلان، تبقى المباراة في سكور 2-1 ويبقى الترجي مسال في هدف من أجل النهائي الحلم. فرص كبيرة ضاعت. الدفاع الانغولي القوي ما لقاش روحه اليوم قدام الترجي. هذا الدفاع اللي في 25 ماتش ما خسرهمش عمل 17 كلين شيت. اضرب كوره، اضرب الكوره، اضربها، يمشي كوره رامي الجريدي. ما زالت دقيقه عنا وربي. والبلايلي، البلايلي ترجع كوره انغوليه عن طريق اللاعب مينغو، مينغو يلعب كوره طويله. وحدك يا دالي، وحدك رد بالك دالي اليعقوبي. با يا دالي، دالي اليعقوبي قدم في عطاء غزير. ترجع الكوره، الكوره الثانيه عنا دوزيام بال، يمشي فرانكو، فرانكوم خطايا سيكازوي، خطايا سيكازوي. والكره للترجي التونسي، اخر 30 ثانيه في الشوط الاول، كره تمشي من سامح الدربالي، سامح الدربالي يلعب كره فرانكوم، حلوه برشا حلوه برشا، يمشي البدري، يمشي البدري رجعها، والكره عن طريق داني يضغط الترجي. برافو الجرين تسامح وتوش، كره في التماس للترجي الرياضي. شوط رائع، شوط عالمي للترجي التونس. يمشي الكرة البدري، يمشي البدري، اهرب اهرب يا البدري، اهرب يا البدري. فما خطأ، فما كرة للترجي الرياضي. فرانكوم، فرانكوم العب العب اخر كرة، العب يا فرانك كوم. دربالي، دربالي يمشي بالكرة حلوة برشا، فرانكوم رجع الكرة لصاحبك، وزع يا دربالي، يهرب الدربالي، سامح هو مش ممكن ديما في الدوزيام بوتو، ما فما ولا واحد. يا الله، الشوط الأول انتهى. ترجي كبير، ترجي ممتع، ترجي رائع، ترجي كان ممكن ينهيها في الشوط الأول 4-5 ما غير مبالغة. إن شاء الله تأهل يا ربي، مؤجل للفترة الثانية على بعد هدف من أسود أولاد العاصمة. ترجي 2 بليل يعقوبي، ديبورتيفو كلوب بريميرو دي أغوستو هدف، كانوا مبكرين مبدرين، ولكن الترجي عمل الريمونتا في الشوط الأول. الآن نعود للزميل معز بولحية
الترجي الرياضي التونسي كان متميز من ناحيه الاداء، من ناحيه الضغط، من ناحيه الروح خاصه، وبرافو للجمهور اللي ساند فريقه الى حين الثنائيه في انتظار الثالث الذي يؤدي بنا للفينال. معاذ تفضل. شكرا لعصام الشوالي، ورحب بكم من جديد. مرة الترجي الرياضي التونسي في شوط أول من سيناريو كارثي إلى سيناريو شبه مثالي. الترجي تأخر بهدف جيرالدو منذ الدقيقة 8، كان في ورطة حقيقية، بعد ذلك تمكن إذن من العودة في النتيجة والتقدم بهدفين لهدف وحيد. بالطبع التذكير بالأهداف كاملة لهذا الشوط، هدف أول لجيرالدو منذ الدقيقة 8، الفريق الأنغولي بريميو دي أغوستو من التقدم في النتيجة، لكن رد فعل الترجي الرياضي التونسي كان قويا. يوسف البلايلي أحد أبرز لاعبي الترجي الرياضي يتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، وبعد ذلك محمد علي اليعقوبي من كرة رأسية إثر تمريرة حاسمة من أنيس البدري يمنح التقدم للترجي الرياضي التونسي. الترجي يصبح على بعد هدف من الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. ورحب بكم إذن من جديد، ورحب بطارق ذياب وحسام حاج علي معي في الاستوديو. كابتن طارق، من السيناريو السيء إلى السيناريو تقريبا شبه مثالي للترجي. صحيح، سيناريو سيء كان للترجي، الحمد لله ما أثرش على مردود الفريق، لأنه رجع بسرعة الترجي، سجل من ضربة جزاء وسجل هدف ثاني، وكانت عنده إمكانية باش يضيف أهداف أخرى، تركيز أكثر داخل 16 متر. لأن شنو اليوم اللي تغير في الترجي؟ لاعب واحد. شوفوا فرانكون ماذا فعل اليوم في المباراة، يعني بصراحة قدم شوط رائع اللاعب هذا، وكان قريب حتى من الهدف الثالث. شاهدنا في الهدف الأول في ضربة الجزاء وين موجود؟ هو اللي مر للبلايلي كصانع ألعاب. اليوم شنو نجح الترجي؟ انه وصل الكره للبلايلي في المنطقه اللي حبها البلايلي داخل 16 متر، 18 واحد ضد واحد، وضعيه ممتازه، وضعوا البلايلي في وضعيه ممتازه في السيوف الهدف الاول او في الهدف الثاني. شوفوا لهنا وين يلعب فرانكون، ولهنا تغيير يعني مركز من مركز. فرانكون كان لاعب ارتكاز، نشوفوا اليوم كلعب وسط ميدان هجوم، شاهدناه يتقدم، شاهدناه يسجل، شاهدناه هو اللي يقوم بالعمل كبير في التحضير على الجهه اليمنى، على الجهه اليسرى، خصوصا على اللاعب اللاعب الدربالي على الجهه اليمنى، وكاد ان يسجل هدف ثالث، ولهذا يقوم بعمل كبير. يعني يكفي تغيير اللاعب هذايا اثر على هجوم فريق، شاهدناه اكثر من الشعليلي حتى اكثر، افضل انا اقول افضل لاعب هو والبلايلي، لانه البلايلي اليوم لعب في المنطقه اللي حبذها، ما تراجعش الى الوراء، لعب في ال 30 متر الاخيره، وهذا بفضل تواجد فرانكون. الدفاع مخيف بصراحه، دفاع الترجي يعني دائما مرتبك في اي كره، يرتبك الدفاع حذاري، لان كانت ان يسجل هدف ثاني فريق، لانه بصراحه فريق متوسط من الناحيه الفنيه. نعم، شاهدنا الهدف، هدف محمد علي اليعقوبي، البدري ايضا تقريبا بدري. فعل كل شيء البدري، هو موجود في الهدف البدري تستغله، البدري والبلايلي استغلهم في ال 20 30 متر الاخيره، ما تخليهمش يرجعوا. تواجد قلت لك فرانكون بصراحه غير وصل ميدان الفريق، لازم يتحسن اكثر اداء الشعلالي في الشوط الثاني. برافو للشعلالي انه يقربوا اكثر. هذه مشاكل الدفاع كابتن طارق، الدفاع بصراحه الدفاع مخيف. شوفوا وحده لاعب، وحتى التسجيل وحارس المرمى، حارس المرمى الكره كان عنده امكانيه معناتها باش يمسكها. شوفوا لهنا وهدف اللي الحمد لله ما اثرش على معنويات اللاعبين. هو صراحه معز، نتكلم اول شيء على المشاكل الدفاعيه، ومش اليوم، ومن كم مره مع كابتن طارق تكلمنا على اخطاء دفاعيه وخاصه الدربالي. لما نشاهد الهدف معز قبل التسديده نتاع جيرالدو، الكره على اليمين، جيرالدو واقف والدربالي واقف بعيد عليه 10 متر، انت عندك مهاجم واحد امامك اقرب له عليه. ثم شوف انا معز، شوف قبل التوزيعه، شوف جيرالدو وين رقم 11، وشوف الدربالي وين، شوف الدربالي وين، ما عندك مهاجم ثاني، ما فيش شوف مره اخرى، خذاها جيرالدو روض وسدد، وبعدين شكون باش يتبع الكره؟ جيرالدو نفسه باش يتبع الكره. شوف الدربالي يتفرج،
يعني صراحة هذا في مستوى راهو شامبيونز ليغ سيمي فاينل، ممنوع هذه الأخطاء. ثم من الناحية الهجومية معز، هو قبل الناحية الهجومية فقط كابتن طارق اختار هذه الصورة. نشوفوا الدفاع، نشوفوا الدفاع، نشوفوا خمسة لاعبين في الدفاع وأحدهم بدون مهاجم، إيش تعملوا في المنطقة هذه؟ اخرجوا، لماذا شوفوا خمسة ستة لاعبين واقفين في الخلف؟ هذه في بداية المباراة المفروض يخرجوا يضغطوا على الفريق المنافس في المناطق نتاعو، ما همش حاسرين ما عندهمش مهاجم، المفروض يخرجوا اكثر الدفاع. ما عندك موضوع تنظيم دفاعي اطلع. اي واضح غياب شمام ايضا في قياده الدفاع، نتفق على نتفق على ذلك. هنا 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 المطالبه بركله جزاء ايضا بالنسبه للدرجه الرابعه كابتن طارق ما لمسوش. لا ما ثمنش ضربه جزاء الاولى صحيحه، هنا ما ثمنش ضربه جزاء بصراحه، خرج الحارس لكن ما لمسش. لا حكم ممتاز، حكم ممتاز، لا حكم ماشي 100%. معز من ناحية الهجومية تذكر قبل المباراة قلنا الترجي ما عندوش صنع العاب، يعني الإعادة التي ستأتي الآن هنا تغير من رأيك كابتن طارق ولا حسام أم لا؟ أنا ذري ما لمسوش الزاوية هذه، تغلط الزاوية هذه معز. ثم الزاوية الأخرى في ظهر الحارس المرمى هنا، هذه الزاوية ممكن نحملها. نعم هذه إعادة وقرار بصراحة صعب، قرار صعب ويمكن اصفه بالجريء ايضا من حكم المباراه. صحيح، يعني تقييم رغم انه بعيد شويه الحكم، بعيد بعيد على اللقطه، مش قريب من اللقطه. نعم الحكم حكم ممتاز بصراحه، قدم شوط كبير الحكم. المباراه ليست سهله، البينالتي الاولى صعبه، صعبه البينالتي الاولى صحيح، ضربه الجزاء صعب. الترجي لازم تركيز اكثر لان كثير من الكرات العرضيه لبليلي واللاعب دربيلي يقوم بعمل كبير. التركيز في اللمسه الاخيره الان المطلوب لانه المتبقي دقيقتين فقط قبل الذهاب لعصام الشوالي، المطلوب من الترجي الرياضي يكملوا بنفس الطريقه اللي لعبوها ال 20 دقيقه الاخيره، ضغط على الاطراف. وحنا تكلمنا معز تذكر قبل المباراه قلت لك الترجي ما عندوش صنع العاب، لازم البليلي والبدري، شاهدنا البليلي على الجهه اليسار جاب ضربه جزاء، البدري توغل على الاطراف اعطاه تمريره لليعقوبي الاطراف، لان الفريق الانغولي فريق متوسط صراحه، اليوم شاهدنا فريق متوسط للغايه، حتى هناك سذاجه في الدفاع. نعم. واحد ضد واحد ممكن الترجي يدخل، ادخل 18 ادخل واحد ضد واحد، حاول بروفوكي للمنافس امشي له. نعم. بالكره تامين الدفاع ايضا ضروري كابتن، لازم داك. لازم يامن الدفاع خصوصا في المرتدات، خصوصا جهه الدربالي لما يسعى، لان الدربالي بشش يسعد اكثر في الشوط الثاني ما يغوش في غير، ما اعتقدش انا معين شي غير لانه الفريق قدم مرضو طيب من ناحيه الهجوميه. يمكن بعد 70 75 دقيقه ادخال سعد بقير يعطي اكثر خصوصا في التسديدات، لازم يسدد اكثر ارضيه تساعد على التسديد. وفي حاله تسجيل بالنسبه للترجي ايضا تامين النتيجه. تامين طبيعي، لو يسجل الهدف الثالث الترجي انا حسب رايي تصبح المباراه سهله، لكن 2-1 باش تبقى المباراه صعبه خصوصا في المرتدات. لكن انا اقول الترجي اليوم خلق كثير من الفرص في حال التسجيل، اليوم هناك مسانده كبيره للخنيسي، خنيسي مش وحده في الهجوم، لان هناك خصوصا فرانكوم قريب، هناك بليلي قريب، هناك اللاعب شعلالي قريب. شاهدنا كوم في لقطه كابتن طارق قبل تقريب دقيقتين من نهايه الشوط الاول كان قريب من التسجيل الثالث، وهذا اللي كان ناقص الترجي، المساندة من اللاعبين وسط الميدان في فرانكوم القاو. اليوم معين ممتاز أنه غير فرانكوم تمركز نتاعو، وشاهدناه اللاعب هذا قام شوط رائع. كابتن طارق شعلالي اليوم صراحة الشوط الأول ما شفتوش، ما شفناش كثير الشوط الأول صراحة، كان غايب. هو كنا توقعوه هو أكثر واحد باش يقرب ل 18، هو باش يلعب بوكس تو بوكس، هو باش يأتي من الخلف، هو سيسدد. لكن شعلالي الشوط الأول تقريبا ما شاهدناهوش، يجب أن معين يكلمه بين الشوطين، لازم الاضافه نتاعو تكون اقوى، لازم يكون مساند، لازم يكون حاسب، لان اذا شعلالي باش يوصل هذه الطريقه افضل انه خرج ودخل سعد بقير، لانه اذا انا دفاعيا ما تساعدش ما تعطينيش الاضافه من الناحيه الهجوميه، نفضل اللاعب على الاقل يعطيني لمسه فنيه للفريق. نعم هذه الفرصه، فرصه الفرصه الاخيره يعني التعليق الاخير كابتن طارق هذاك هي سددها ممتاز بصراحه، قام بعمل كبير اليوم فرانكوم. نعم. قام شوط رائع اللاعب هذا، حتى الدربالي اليوم. نعم. في الناحيه الهجوميه شاهدناه، ما شاهدناش من محمد اكثر لانه اللاعب عنده البليلي زاد هو على الجهه اليسرى يقوم بعمل. نعم. كبير. شكرا. الترجي عنده امكانيه باش يضيف اهداف اخرى مش هدف واحد. شكرا لطارق ذياب وحسام حاج علي، الكلمه من جديد للاعبين في رادس وايضا لمعلق هذه المواجهه عصام الشوالي. شكرا للزميل معز بولاحيا.
أصدقائي المشاهدين متتبعي كرة القدم الأفريقية، حب النظارة هنا النظرات بالملايين لمباراة القمة، جمهور فقط ليس تونسي بل جمهور عربي يتابع هذه المباراة حصريا على بين سبورتس. 45 دقيقة منتظرة، 45 دقيقة هي عنوانها الأمل، عنوانها الانتصار، عنوانها التسييم وتسجيل الهدف الثالث المطلوب قانونا للترجي الرياضي ليذهب إلى نهائي نوفمبر. سيكازوي من أحسن حكام إفريقيا، الحكم الزامبي ينزل الآن إلى أرضية الميدان. ترجي الرياضي التونسي ممكن في الأفق عنده تغييرين منتظرين، نتصور هيثم الجويني وسعد بقير مع مرور الوقت في الانتظار. مشاكل الدفاع يلزم تتحل بالوقفة الصحيحة. الترجي الرياضي بدون أن يتسرع يا ريت يسجل الهدف الثالث مبكر باش يسير المباراة ويخرج فريق بريميرو من مناطق الخلفية ولا يلعب على الكونتر. وقتها شيخة والترجي، يا شيخ يا مرني خلي المكشخة شيخ. لكن في الأثناء أتمنى أن الفرص اللي جات في الشوط الأول تتعاود في الشوط الثاني، لأنه صعب جدا الحقيقة أنه في الشوط الثاني باش نخلقوا نفس الكمية متاع الفرص. نتصور فرص باش تكون أقل يا خنيسي يا بدري، لذلك يلزم يكون قمة التركيز والكرة اللي تجيب دمها في الشبكة. توني كاباسا، مينغو، بايزو تروكو، بوبو، داني، ماكايا، شو، إيبوكون، بوكامبا، جيرالدو ورزق. تشكيلة الترجي: جريدي، دربالي، بن محمد، يعقوبي، ذوادي، كولي وفرانكو، غيلان، بدري، بليلي، وطا، ياسين، الخنيسي. معطى مهم جدا، ترجي قادر يخرج واحد من الملاعبين اللي عنده ورقه صفراء بالورقه الحمراء، خاصه اليساري بايزو تروكو، يلزم يمشي عليه باستمرار بدري بالفنيات والمهاره نتاع انيس، قادر انه يركب له خطا بلغه الباسكت ويطلعه برا المباراه، هذا يساعد برشا. على البركه يبدا الشوط الثاني، 45 دقيقه مصيريه، تو بي اور نوت تو بي، نكون أو لا نكون في نهائي الحدث في نوفمبر في مئوية النادي العريق الترجي الرياضي التونسي. تمشي كرة في الثواني الأولى لهذه الفترة على تماس لفريق بريميرو. ترجي يلزم يلعب بدون انتحار على المستوى الدفاعي، يلزم الانتشار يكون محكم، نهاجموا بكولوار واحد مش الاثنين ما يطلعوش مع بعضهم، دربالي وبن محمد، ويلزم أداء الشعلالي خاصة يتحسن. والخنيسي يسجل الهدف المطلوب يا طه. دربالي والبدري دورهم كبير على الأطراف، خاصة أنه سلاح الترجي وانتصار الترجي مرهون في الأطراف في الكولوار. ترجع الكرة بمدى نجاح البدري وأيضا البليلي، ترجع الكرة للفريق الأنغولي عن طريق الكونغولي. بوبو ترجع من يعقوبي، يعقوبي كرة من جيرالدو، مهاري هذا اللاعب وخطا لجيرالدو، كرة لجيرالدو، فاول على يوسف البلالي. ما دام وصلنا 2-1 على بعد هدف من التأهل، ترجي يلزم يحسب بالإنذارات، يلزم يحسب الانتصار، يلزم يحسب كل شيء. حذاري، تركيز، شامو، شامو يمشي، كوليبالي، كوليبالي سنتينيل اليوم، والترجي تحسن برشا في الاداء. فرانكوم القوي الكاميروني من احسن مبارياته، يمشي الكاميروني حتى الكره لاسد الغير مروض ومش ممكن تروضه، يمشي بن محمد، كره في الكولوار تتهيأ للتماس للترجي العاصمي، كره للترجي التونسي. اجواء كبيره في استاد رادس، ان شاء الله الجمهور هذا ربي ما يخيبوش ويرجع فرحان. يا بدري ضاعت الكره على انيس، ترجع الكرة من فرانكوم، فرانكوم في الوسط، يمشي كوم، يمشي الدبابة الكاميرونية، فرانكوم خمسة خميسة عليك، خمسة خميسة عليك، الحوت عليك، يا كوم يا كوم يا كوم، يا بنين يا كوم، يا الثالث يا خليسي، يا طه يا سينا، على فرصة الهدف الثالث، ملا كوم وملا كوم، كوم يعمل تقريب 40 50 متر كركر فيها، سامحني في العبارة، أربعة خمسة نقولين، الدبابة الكاميرونية. ترجع الكرة بالراس، شامو، فرصة ولا في الشوط الثاني، برافو الأولاد. ترجع الكرة، يمشي الكرة عن طريق غيلان، حرك شوية غيلان، سعد بقير قوم سخن، ترجع الكرة الترجي كوم، يمشي فرانكوم، فرانكوم، اضرب، يمشي بالكرة الترجي الرياضي التونسي عن طريق البدري،
عن طريق البليلي. البليلي يوسف البليلي يوسف 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 البليلي حط الكره مره اخرى للترجي الرياضي عن طريق غيلان. غيلان سيب كره يرجع للترجي الرياضي عن طريق بن محمد. الضغط الانغولي بن محمد يحاول يعدي بن محمد ممتاز يمشي ايمن ايمن بن محمد بن محمد الكروس كورنر للترجي الرياضي. العب العب الترجي والجمهور معك العب يا الترجي والجمهور معك. لم أرى الترجي من سنوات على الصعيد الافريقي بهذه الجودة وهذا الأداء. إن شاء الله تترجم للثالث. يلا طه يلا جول. الكرة الثابتة وجوه كبيرة في استاد رادس. تلعب الكرة على القائم الثاني بعيدة. بعيدة الكرة وركنية ضايعة. والكرة مهدورة الركنية الثامنة للترجي الرياضي في هذه المباراة. الترجي يتفوق بلغة الأرقام على مستوى الاستحواذ 64% 36%. عيني ما تضرك. حوت عليك خميس عليك طيح الرابع الدبابة يمشي يعطي كرة للترجي الرياضي وكانت أولى كرات الشوط الثاني من طه ياسين. خمسة دقائق لعب في الشوط الثاني. الوقت والأعصاب تضيع الوقت من كبسة. تمشي كرة حذاري من الكرة الثانية أضرب ترجع الفرانكوم يلعب الكرة شوف الميدان متفوق فيه الترجي لو يتحرك غيلان. يمشي غيلان اللمسه الفنيه نتاع بقير نشوف فيها يمشي بالكره الترجي الرياضي استعمل عاد كره من البلايلي كره اي كلام يا يوسف. اليوم يا يوسف اليوم يا يوسف اليوم يا يوسف. لن ننتظر كثيرا ولن ينتظرون كثيرا ولن تنتظرنا الشامبيونز طويلا اليوم ولا فلا يا يوسف. ترجع الكرة من توني باش تجري على الكرة باش تجري من بعد على الكرة يا توني. تمشي كرة طويلة من كباسة يضرب كرة كولي اضرب ترجع كرة نقولية حذاري حذاري الكرة وبن محمد برافو بن محمد كرة يعني على الترتوشة كانت صعبة جدا على فريق الترجي. جيرالدو مرة أخرى الخطير لو نوقفوا جيرالدو لبس لكن لازم تحط الكره الثالثه. شوف الجرينتا نتاع ايمن بن محمد برافو ايمن انه جيرالدو كان تقريبا متقدم. ركز يا جريدي ركز يا رامي اهداف الذهاب والاياب فيها مسؤوليه. المباراه لا تحتمل اخطاء. ترجع الكره يوسف البلالي حاط الكره غيلان الشعلالي غيلان اعطى كره هديه للانغولي. ترجع الكره عرضيه ردبك بالراس برافو الشامو. ترجع مره اخرى البدري يقاتل على الكره هو البدري نعم انيس البدري والتماس لانغولا التماس لانغولا. الصراع التاريخي بين الرياضه التونسيه والانغوليه من لعبه العمالقه الباسكيت الى كره اليد النسائيه ومباريات في البال الى كره القدم الفوتبول بين نصوري قرطاج والبالانكاس نيغراس. ترجع الكره عن طريق بن محمد قتلوا بها جابها خميس عليه يا بن محمد وين كانوا مخبينك. ترجع الكره مره ثانيه للترجي الرياضي اربح تيراه ادخل ادخل الوسط لم الكره بليلي يمشي يوسف البليلي يوسف البليلي يوسف البلالي حط كرة طه ياسين يرجع بالكرة غيلان غيلان وصل الكرة ممتاز انيس البدري 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 كرة للترجي الرياضي يستنى البدري يرجع لفرانكوم كرة من فرانك فرانكوم كوليبالي متسقيك يمشي ايمن بن محمد ايمن بن محمد هز على اليسار حلف الكلوار يلعب الكرة غيلان التوزيع على القائم الثاني خطيرة اضرب فرصة والحارس توني كباسا توني كباسا يتصدى. سهولة الاختراق للدفاع الانغولي شوية تركيز يا الاولاد شوية تركيز رد بالك بالكونتر اتاك. خلى على فكرة في الشوط الثاني لعب ماريو هذا رقم اثنين في التشكيلة الانغولية ما كانش موجود في الشوط الاول ماريو. اخرج اخرج شوف الخطأ شوف الخطأ شوف الفاول والكرة ممتازة يمشي كولي متسقيقة يا كولي بالي كرة ترجع يرجع البدري الانطلاقة التوزيع العرضية فرانكوم فرانكوم نجم المباراة فرانكوم نجم المباراة فما خطأ فما خطأ يا حكم يلعب يعطي لابونتاج لا يرجع لخطأ ورقة صفراء ورقة صفراء على ماريو نعم ورقة صفراء على ماريو الأنغولي.
بارك الله عليه فرانك كوم. الجيش اللي عنده دبابة تبارك الله مثل كوم يصدم ما يخافش. ترجع الكرة عن طريق بن محمد. ترجع الكرة عن طريق رامي الجريدي. 8 دقائق لها في الشوط الثاني. ماريو بالبورديا. أجواء كبيرة في استاد رادس والجمهور يدس في الفريق. ترجع الكرة الترجي الرياضي فما خطأ. زافرو سيكازوي. ترجع من كولي. يلعب دربالي. كرة من دربالي. حتى كرة الترجي مال الجمهور مال الجمهور. من أجل هذه الجماهير يا الترجي. كوليبالي. أنيس البدري. كوليبالي. سكر مليح الفريق الانغولي في الشوط الثاني. ماهيش نفس المساحات لكن الكرة تمشي ومحاولة شوت كرة شوت شوت والهدف الثالث. باب 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 مال الكرة كي تعكس غايلان الشعلالي. قالوا مش بونتو هذه مش بونتو غريبة. هذه مش بونتو غريبة. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني. أي 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 كي تعكس. البلايلي غيلان. يا بدري عطلته. رجع راوغ وشات. والكرة قريبة سنتيمترات. الي لي روجي جون الي. أجواء كبيرة في أولمبي رادس. ترجع كرة بن محمد. حط الكرة وسط الميدان غيلان. ترجع له غيلان. غيلان سايب كرة يا غيلان. غيلان الشعلالي. فماش فوت فماش فوت. تلعب يا غيلان. ترجع الكرة للترجي الرياضي. يفتك الكرة أولى الكرة الثانية وفما خطأ. فما خطأ للترجي الرياضي. فما خطأ للترجي الرياضي. حاول تقوم يا شمو. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني. ترجي مازال خارج نهائي الشامبيونز ليج. 2-1 للترجي التونسي. هدف بوا في الذهاب وجيرادو في الإياب. لحد الآن يرشحوا جاء بريميرو للفينال. 35 دقيقة لهدف التأهل. ترجع كرة الترجي الرياضي. يتقدم بالهجوم يرجع الدفاع. يرجع الدفاع كرة بعيدة. وسط الميدان ترجع كرة الترجية كولي. يمشي كولي بالي. كولي بالي بامتياز. يمشي كولي. كولي من أحسن مبارياته بعد عودته في مكانه الطبيعي. ترجع الكرة بالراس واحدة. الثانية ناخذوها. لا خذوها جيرالدو. جيرالدو رد بالك. نرجعوا للتمركز من جديد. ترجع الكرة للفريق الأنغولي. كرة عن طريق بايزو تروكو. تروكو وسط الميدان. كرة عن طريق ماريو. ثلاثة ملاعبية عندهم مرقة صفراء في أنغولا. ترجع الكرة ملعوبة. وحذاري يخرج يا رامي وينك؟ يخرج رامي الجريدي. يخرج رامي الجريدي. زينة الأولاد من الشماريخ خلي الملاعبية تشوف الكرة. ونحن والجمهور نشوف الصورة. والكرة ترجع في دورها للترجي الرياضي. يا غيلان أخي. غيلان أعتقد يلزم يغادر. ويدخل سعد بقير أول تغييرات المدرب معين الشعباني. كرة للترجي الرياضي. هجوم للترجي الرياضي على اطراف. يوسف البلايلي. يوسف البلايلي ممتازة. يوسف امشي يوسف امشي يوسف. حتى وين؟ حتى بعيدة برشا. يوسف يرجع سامح الدربالي. يرجع دربالي. برافو دربالي. سامح يصلح غلطة البلايلي. والكرة ترجع مرة ثانية عن طريق فرانكوم. فرانكوم دربالي. دربالي يدخل الترجي الرياضي التونسي. وكولي هذا كولي. كولي فرانكوم. فرانكوم ممتازة. فرانك فرانكوم حط الكرة الترجي الرياضي. يوسف البلايلي. يوسف البلايلي يمشي يوسف. ترجع الكرة مرة ثانية. الفريق الانغولي مغطي مليح. كرة من اليعقوبي. مباراة أعصاب إلى حين الهدف الثالث. ترجع الكرة فرانكوم. فرانكوم يخرج كرة تايسي الخليسي. حط الكرة ممتازة للترجي الرياضي. عاود له عاود له يا غيلان. غيلان الشعلالي اقتلها غيلان بصراحة. اقتلها الكرة غيلان. لعل في أخير. ترجع الكرة للترجي الرياضي. مرة أخرى وسط الميدان. تتهيأ الكرة لبن محمد حذاري. ترجع الكرة للترجي الرياضي كله في منطقة بريميرو. لازم نلعبوا برشا توازن. رد بالنا من الخطفة والكونتر. ترجع الكرة من اليعقوبي. قيد سعد بكير. بعدها بشوية وقيد جويني يمكن. ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق كولي. يمشي كولي بالي. كولي بالي يحاول في دار الدفاع. ترجع الكرة بن محمد. يمشي بن محمد. يخرج توني كاباسا. يخرج توني كاباسا.
13 دقيقة لعب بالضبط في الشوط الثاني، 2 الترجي 1 بريميرو. جمهور خرافي اليوم في رادس للترجي الرياضي. دارجا كورة لسامح الدربالي، يمشي سامح، سامح الدربالي عمل الصعيب ويفشل في الساعه الدربالي. وهيثم الجويني بالفعل، هيثم الجويني نصف ساعه من ورقه الجويني. ترجع رد بالك يا كوم، رد بالك يعدي، ترجع فرانك، يا فرانك يا فرانك، محلاك يا فرانك، فما فرانك سيناترا وفما فرانك كوم. ترجع الكره عن طريق كل مبدع في مجاله، ترجع الكره للاسمراني، يمشي اسد الكاميرون كوم. ربع ساعه لعب في الشوط الثاني، الاعصاب بدات تشد اكثر، الصعوبات واضحه اكثر. قلت لك منذ قبل ما يبداوا يلعبوا الشوط الثاني الكو دونفوا، قلت لك الفرص ستكون اقل في هذه الفتره. ان شاء الله ما نندموش على الفرص اللي اهدرت في الشوط الاول. هي كوره، هي كوره يا الاولاد. ترجع كوره من غيلان، غيلان حط الكوره، ترجع بالراس، يرجع فرانكوم في التغطيه، فرانكوم هو التماس للترجي الرياضي، التماس والتغيير. ويغادر طه ياسين الخنيسي، يغادر الخنيسي ويدخل في اخر نصف ساعه هيثم الجويني. هذا التغيير الاول مطلوب، التغيير الثاني يدخل بكير بديل للشعلالي في الدقائق القادمه. نتصور ترجع كره طويله ملعوبه للفريق الانغولي، وسهلة للحارس توني كاباسا. انخفض ريتم المباراة، طبيعي جدا الترجي يلعب بريتم عادي انفرنال في الشوط الأول. رجع الكرة والترجي يلعب بتوازن أيضا، يعرف اللي الهدف يجي في أي لحظة، المهم ما نقبلوش. كرة ترجع من كولي، انطلق الهجمة عن طريق كوم، كوم يلعب دربالي، سامح الدربالي بعدوا لي الكرة من هنا، خارج الكرة من هوني، يمشي دالي يعقوبي، يعقوبي حط الكرة الشعلالي، الشعلالي جاب الكرة عن طريق البلايلي، واحدة يا بلايلي من أيامك، يمشي يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، حط الكرة، فماش تسلل بن محمد، لا فما رجوع، فما تسلل على بن محمد، تسلل صحيح وواضح، والكرة ترجع لبريميرو. 60 دقيقة في المباراة، تسلل واضح. تشوف فيه في الرجوع على الاقل وزعت الجويني داخل الصندوق يا بلايلي، شويه تركيز. تمشي كره طويله، ترجع من بن محمد، ممتاز جدا هذا اللاعب بن محمد. فما خطا للترجي الرياضي، فما خطا للترجي الرياضي التونسي. 2 الترجي 1 بريميرو، نصف ساعه مازالت في المباراه، نصف ساعه صعيبه برشا، نصف ساعه طويله برشا، ما هي سهل المباراة على المستوى الذهني خاصة. ترجي ربع ساعة ما وصلش برشا لمرمى الحارس كباسة في الشوط الثاني، قلت لكم الفرص ستكون قليلة، إن شاء الله كل كرة بدمها. تمشي كرة الترجي الرياضي، هيثم جويني على الكرة العالية، يطلع كوم، امشي يا جويني فيق، والكرة ترجع سهلة للحارس. آه يومك يا هيثم لو تسجل هدف الذهاب للنهائي، مصالحة نهائية مع جمهور الترجي وتسجل هدف تاريخي، الهدف التاريخي للترجي في افريقيا. يبقى الاسمراني علي الزيتوني 23 جول. يمشي كرة ملعوبة طويلة، ترجع في وسط الميدان للفريق الانغولي، الترجي يرجع كرة أولى، ترجع مرة ثانية ياخذها الوسط الانغولي، يلعب بهدوء الآن فريق انغولا برشا ثقة. مكايا، مكايا تحط الكرة عن طريق الوسط بوكون، يا بوكون، والكرة ترجع للترجي. نقص مردود البدري والبلايلي في هذه الفترة. الآن ترجع كرة للفريق الانغولي، خطيرة جدا، يمشي اللاعب مينغو، مينغو فما خطأ، فما فاول، فما خطأ ضد غيلان الشعلالي، خطأ لمصلحة الفريق الانغولي. حذاري من هذه اللعبات وهذه الكرات، متأخر اللاعب غيلان الشعلالي في وقت من الاوقات لابد من مجازفة واقحام بكير في رايي. يعطيك باسات في ظهر المدافعين، يحل اللعب على اطراف، نستثمروه في كرة ثابتة. ان شاء الله تعدى هذه على خير، لانه الوقت في دقيقة 18 من الشوط الثاني، 2 الترجي 1 بريميرو. حذاري باش يشوط ديريكت اللاعب باكومبا رقم 13 بوكامبا، بوكامبا
بوكامبا رقم 13 في شوت يشوت اللاعب بوكامبا وهدف التعادل. مش معقول مش معقول الترجي كاس افريقيا هذه من غير حارس مش ممكن. كنت نبه قلت لك بوكامبا باش يشوت مش معقول بصراحه. 2-2 مباراه في الدقيقه 63 ترجع 2-2 تزيد تهرب برشا برشا على الترجي الرياضي. ما تنجمش تربح كاس افريقيا بحارس حراس مثل هكا ودفاع مثل هكا. يعني الحقيقه رامي جريدي بين الذهاب والاياب ضاع على حلم الترجي. مش معقول مش معقول هذه الكره بهذه الطريقه يا ستار. مش ممكن ما تتقبلش في نيفو شامبيونز ليغ دومي فينال زوز اهداف بهذه الطريقه اليوم وهدف في انغولا تلقى روحك برا بطبيعه الحال. 2-2 الان الترجي كانه 0-0 يلزم يسجل الثالث والرابع. ملا مباراه مشكلة أن الترجي برشا ملاعبية انخفض مردودهم بدنيا. مباراة صعبة جدا زيد تهرب أكثر من أي وقت مضى وأبو كامبا يسجل 2-2. الترجي مطالب الآن أنه يرجع يسجل تقدم ثالث في أقرب وقت ممكن. بن محمد تقريب كورتين على المرمى دخلوا الاثنين وكرة ضيعها الأنغولي وحده برا في السيمتر. ترجع كرة كوليبالي الان وقت بقير يا معين. ترجع كرة الترجي الرياضي يمشي البدري يمشي البدري محاولة من البدري شوت كرة وبعيدة أنيس. كرة بعيدة من أنيس البدري كرة بعيدة من أنيس البدري. نصف نهائي آخر مؤلم لحد الآن للترجي الرياضي التونسي. الترجي الذي لم يبلغ النهائي من 6 سنوات من 2012 وبالفعل الآن هذه هي الورقة بتاع سعد بقير. يا ريت يا معين كانت حتى قبل شوية. ترجع كرة ملعوبة طويلة ترجع كرة لبن محمد في وسط الميدان خطأ على الترجي. تقريبا في الشوط الثاني فرانك كوم الوحيد اللي بقى يلعب بنفس الرغبة ونفس الجرينتا. يد واحدة ما تصفقش. ترجع كرة للترجي التونسي عن طريق اليعقوبي. يعقوبي يلعب كرة كوليبالي كوليبالي تحط الكرة للترجي عن طريق البدري. البدري يلعب كرة دربالي دربالي تحط الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي. 65 دقيقة الوقت مازال لكن على المستوى الثاني كيفاش الترجي باش يقبل الهدف هذا معنويا. ممكن نزيد نسجل كرة ممتازة يمشي فيها بن محمد والكرة برا. كرة برا أوت صحيح فرصة بريميرو أكبر لأنه على المستوى البسيكولوجي باش تسجل 3 و4 ماهوش سهل الآن. ولكن هذه كرة القدم كل شيء يبقى ممكن كل شيء يبقى جائز. هي مرهونة في هدف ثالث في هذا التوقيت المباراة والأجواء في استاد رادس. يخرج اليعقوبي ويدخل سعد بقير. سنرى هل الترجي باش يلعب بثلاثة مدافعين فقط أم أنه واحد من اللاعبين الأفارقة باش يرجعوا للخلف كولي او كولي بالاحرى اكثر من كوم. سنرى ونتابع ونتاكد في قادم الدقائق. كرة ترجع من توني كاباسا. كل شيء كان مؤهل الحقيقه للانتصار في سيناريو شبيه بمباراه الاتحاد السكندري عربيا. كرة ترجع من غيلان سايب كرة يا غيلان. ترجع الكرة عن طريق رامي جريدي. رامي جريدي يلعب الكرة شمس الدين الذوادي. ذوادي تحط الكرة كوليبالي كوليبالي كان رجع اكسيال كولي تمشي الكرة طويلة ملعوبة للترجي الرياضي التونسي مرة أخرى. إن شاء الله ردة الفعل تكون سريعة مثل الشوط الأول. ترجع الكرة من يوسف البلالي يمشي يوسف البلالي مع الدفاع متراكم والكرة تمشي مرة أخرى للترجي الرياضي. كرة في الحارس توني كاباسا. كرة سهلة لتوني كاباسا في منتصف الشوط الثاني وسكور 2-2. مباراة مثيرة شفنا فيها كل شيء. ترجي خرج من الفترة الصعبة لما كان قبل هدف في أول 8 دقائق ورجع رابح شوط أول 2-1. الآن يبدو ويظهر جليا أن الأهداف اللي أهدرت في الشوط الأول قلت إن شاء الله ما ندموش عليها حاليا نحن نادمين. ترجع الكرة والمباراة في 2-2. كرة أخرى لفريق الترجي عن طريق سعد بقير. يمشي سعد بقير يلعب كرة للترجي الرياضي التونسي. ترجع مرة أخرى
جمهور لازم يحاول يشجع مره اخرى. كره ترجع للترجي الرياضي. ما زالت المباراه يا الاولاد، ما زالت اكثر من 20 دقيقه، 25 دقيقه بالوقت الضايع. يمشي بدري بدري انيس البدري، يدخل كره في 18 خطيره، والمدافع يمنع الكره، المدافع يمنع الكره وكان في طريق هيثم الجويني. ترجع الكره من بن محمد، بن محمد جاب الكره، يرجع من بن محمد حط الكره. هل يكون داغوستو اول فريق انغولي يوصل نهائي الشامبيونز ليج في التاريخ؟ ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي عن طريق دربالي. العنصر البدني باش يحكم في المعركة الآن في منتصف الشوط الثاني، وسكور 2-2. أخطاء دفاعية وحراسة مرمى كارثية، والكرة ترجع من بكير، يلعب البلايلي، البلايلي حط الكرة عن طريق غيلان الشعلالي، الشعلالي فرانكوم، فرانكوم جاب الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي، كرة بين اثنين ما تعديش، ويرجع البريميرو للكونتر أتاك. حكم برافو الزامبي ممتاز، يعطي لافونتاج للفريق الانغولي، وبالفعل يرجع كوليبالي يعني في وسط الدفاع. كره خطيره من جيرالدو، والكره سال الحارس رامي الجريدي. كره من رامي، ترجع كره طويله في وسط الميدان، ياخذها الترجي الرياضي بعيده. دربال باش يخرجها المدافع، نعم يخرجها في التماس. الرميه الجانبيه للفريق الانغولي. يرجع الكرة سعد بقير، سعد بقير الدفاع متفطن ما عادش تمشي الكرة. فريق منظم الفريق الانغولي، اعطاك فرص في الشوط الاول، ضايع في الشوط الاول. في الشوط الثاني مدرب زوران صلح كل شيء، صلح الوقفة ودخل ماريو باش يعدل الاوتار. ورا في خطأ للترجي الرياضي التونسي. يلا يا بقير بذكريات الاسكندرية، بذكريات الفيصلوية، هذه كرة في الدقيقة 70 ترجع وتقرب لبعيد يا بقير. ان شاء الله ورا ليست سهلة، مباراة مثيرة جدا، مباراة الشامبيونز ليج. شوف الكرة وشوف الخطأ الموجود على أنيس البدري في صافرة الحكم. كرة للفريق الأنغولي، فريق يظهر سهل لكن هو كالسهل الممتنع. يعني احنا عندنا في المثال التونسي يقول لك يقرص يده تحته، هذا هو فريق بريميرو اغوستو. فريق اذا ما يخسرش اليوروتور مع مازمبي مع ليتوال مع زيسكو، ما يخسرش من 25 ماتش 6 ماتش في الافريق، ما تنجمش يكون سهل، ما ينجمش يكون سهل. سهلها يا رب. كوره لبقير، صلح كوره استاد 11 من نوفمبر في انغولا يا بقير، بذكريات الفيصل يا بقير. الوقت قاعد يمر ويتعدى يا بقير، يمشي سعد بقير. كرة للترجي الرياضي التونسي، مخالفة خسرنا فيها وقت أكثر من لازم، لكن إن شاء الله عقبتها خير. يمشي سعد بقير، كرة من سعد بقير، يمشي كرة من سعد بقير، وبعيدة يا سعد، بعيدة يا سعد. هربت المباراة ولا ما زالت؟ ما زال كل شيء ممكن. الجيل يختلف، جيل الشعباني والقصداوي هو نواناري هو القصراوي هو جيل عصام جمعة هو التيفي هو إيدو روزين نيجيري هو كمال زعيم، وقتها في 2005 عملوا ما بدا مستحيل في الريمونتادا التاريخية ضد الهلال السوداني. في دقيقة 75 الترجي مطالب بثلاث أربع دقايق باش يترشح جابهم. كل مباراة وظروفها وكل جيل وتفاصيله. ترجع الكرة للترجي التونسي عن طريق غيلان، كرة باهية وسط الميدان، يمشي البدري، البدري يلعب الكرة للترجي الرياضي على الأطراف، يطلع فيها سامح الدربالي، يمشي سامح الدربالي، يلعب الكروس، كرة للترجي الرياضي، ترجع كرة من هيثم الجويني، والدفاع الأنغولي يتصدى. وينك يا بلايلي؟ وقتاش نلقاك؟ يمشي يوسف البلايلي، حط الكرة مرة أخرى فرانكوم، فرانكوم يوسف البلايلي، يوسف البلايلي، يرجع سعد بقير، ما فما شيء، ما فما شيء يا بقير. الزامبي ممتاز وقرار سليم، والكرة ترجع للفريق الأنغولي. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق رامي الجريدي. توا لها ضمت الهدف الثاني، كيفاش كرة دخلت؟ ترجع الكرة من رامي الجريدي، يلعب رامي كرة للترجي الرياضي عن طريق يوسف.
يمشي البلالي يهز على اليمين على اليمين برافو ممتاز هدربالي ما ضيعش هدربالي سامح هدربالي يلعب كورة والهدف الثالث الهدف الثالث أي مباراة يا ترشي الهدف الثالث هيثم جول هيثم شويني بالريمونتادا بذكريات الهلال 3-2 3-2 للترجي شال الرابع جاي شال الرابع جاي ملا ماتش ملا ماتش 3-2 كورة ولا أروع من البلالي حل في الكلوار دربالي هذه قيمته قوته يعطي الكروس على القائم الثاني دوزيام بوتو يحطها جويني هيثم 3-2 للترجي الرياضي ربع ساعة من نار يا ترجي 3-2 للترجي ملا مباراة مباراة تاريخية لو نتاهل فيها ستصبح تاريخية وستدخل في سوفينير وذكريات وليزانال نتاع المكشخين ترجع كورة كوم ألعب يا الترجي هدف اعتبره في وقته مازالت ربع ساعة ترجع كورة الترجي يا ربي يا علي الربع ساعة للنهاية غيلان يمشي غيلان رجعنا لبعد هدف بالكاليفيكاسيون ترجع كورة للفريق الأنغولي حط كورة عاون يا كوم تمشي كورة عن طريق جيرالدو كوليبالي هذا كوليبالي والكرة تمشي ضرب التماس ربع ساعة 15 دقيقة من النار هنا في استاد رادس الأولمبي 3-2 للترجي الرياضي التونسي ترجي سجل مارتين 3 أهداف في فرق أنغولا في الأفريق 3-1 على بريمير أغوستو في فينال 98 في كأس الكؤوس هو 3-2 على فريق الليبولو في عام 2013 في الشامبيونز ليج. إن شاء الله أول مرة نجيبوا 4 بونتو في فريق أنغولي يا رب. ما عندناش خيار. الهدف الرابع مطلوب للعبور للفينال. مازال الوقت. يدخل اللاعب جيلور. اللاعب جيلور في تشكيلة الفريق الأنغولي بدل من رقم 17 اللاعب بايزو تروكو. خرج رقم 13 او 17 هنا لا 17 يدخل كيلور خرج 19 بايزو تروكو زوران مركز برشا لانه اللاعب هذا عنده ورقه صفراء خايف من نقص العدد في اخر المباراه جمهور الترجي 3-2 جمهور الترجي 3-2 الرابع يذهب للنهائي الشهير في نوفمبر ضد الاهلي او ضد الوفاق يدخل كيلور أو لا رقم 13 خرج بوكامبا يخرج بوكامبا لاعب الكونغو الديمقراطية ويدخل اللاعب جيلور الآن ستتوقف المباراة لبضع لحظات خسارة يعني توا الجمهور يدز مع فريقه بهذه الطريقة وانت كريشندو ريتم أسندون الان باش تبرد شويه الامور باش تبرد القوايم عليه تكسر ريتم فريقك ربع ساعه مباراه ربع ساعه للفينال هذا بخلاف ان الترجي اذا تعدى للنهائي ممكن سيعاقب معناها زايد 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 أجواء متوترة في استاد الأولمبي في رادس نرجع المباراة مع ركنية للفريق الأنغولي فريق الأغوستو إن شاء الله الهدف الرابع الآن يركح الناس الكل وتهدى الأمور مباراة صعبة صعبة جدا نتيجة 1-0 ذهابا من أصعب النتائج في كرة القدم في الإياب مع دفاع ضعيف مع أخطاء فردية ومع فريق ما عنده ما يخسر الضغط الكل على الترجي يا غيلان العب يا غيلان الوقت يتعدى يا غيلان ترجع كرة ركنية والحارس هو في خطأ في خطا للترجي الرياضي مشكل مشكل يا رامي كان كل كوره يا خي الكوره مثل هذه عاد شنو هذا خطا للترجي الرياضي التونسي الحكم سيكازوي يرفض هدف للفريق الزامبي اعتبارا لخطا مش ممكن
يعني بصراحة مدربين الترجي من يشدوها عاد. ترجع الكرة يمشي بشوتة والدفاع. ترجع الكرة الترجي للتونسي، هدف في الآخر، هدف في الختام إن شاء الله. ترجع الكرة للأربعة اثنين يا رب. كرة الترجي سعد بقير سايب كرة يمشي عن طريق غيلان، غيلان الشعلالي يمشي غيلان حاط الكرة الترجي ممتازة. يوسف البلالي لعب كرة بالمحمد والدفاع، الدفاع الأنجولي المستميت. 78 دقيقة مباراة للتاريخ. يمشي بالكرة البلالي، يلعب كرة البلالي، ترجع يوسف، يوسف باهية، غيلان في الصندوق، فما جويني، تمشي كرة بالراس، حذر، حذر كرة اللاعب شامو، شامو والدفاع والكرة الترجي غيلان، الحصار يتواصل، سايب كرة يا غيلان، غيلان فرانكوم، هز على اليمين، هز على اليمين وحده يا بقير، بقير، خرج كرة الترجي بدري، يمشي البدري، يدخل البدري، وفما خطأ للترجي الرياضي، فاول للترجي الرياضي، هذه ما تضيعش يا بقير، هذه ما تضيعش يا بقير، واحتجاج لبوبو. احتجاج للاعب بوبو. هذه الكرة تاع أنيس البدري، تدخل من الدفاع الأنغولي والحكم يقول فاول. البلايلي يحب يشوت، عندنا البدري أيضا ممكن يشوت، هو بكير ضاعت الأولى يحط الثانية. هذه شفاء، هذه شفاء، هذه فيها خطأ في تقديرات الحكم الزامبي، لم تكن واضحة جدا الحقيقة. شوف يعني يدوب حذاري، حذاري يا رامي، حذاري يا رامي. عشر دقائق لنهاية المباراة، 3-2 للترجي الرياضي التونسي في هذا النهائي، في هذا النصف النهائي. إن شاء الله يا ربي كلمة خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله كلمة عليها ملك. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، محاولة الهدف الرابع، دقيقة 80 في المباراة. كرة عن طريق سعد بقير، غيلان الشعلالي يقدر يشوط مليح. رقم 20 يستعد للدخول، هو هدافهم بكومبا، تمشي من غيلان وعالية. ترجي يضيع عبارة على ضربة جزاء، عبارة يضيع على ضربة جزاء، كل واحد يحب يشوط، كل واحد. تخرج كرة ضربة مرمى للحارس كباسا، فما تغيير الان، تصور باش يخرج ال 27 رزاق ادي كبيت، وباش يدخل مهاجم شاك بيتومبا في الفريق الانغولي. فرصه كبيره ضاعت على الترجي الرياضي، الترجي الرياضي الان لازم يلعب على الكرات الثابته، على الكرات الثابته، المخلفات القريبه والركنيات، ما عادش برشا وقت، ما عادش برشا وقت. توني كباسا كسر الريتم، يستهلك الوقت. آخر التعليمات للاعبين، الشوط الثاني متاع 6 دقائق لسبع دقائق وقت بدل ضايع. توني كباسا تمناه لباس الحارس الأنغولي، في الأخير يبقى مشكورة. توني كباسا الرجل الذي تألق في ماتشات مازيمبي، هذه الكرة الأخيرة من زاوية أخرى. ماذا هناك؟ من هذه الزاوية يظهر ما فما شيء. صراحة هدايا مثل هذه في شامبيونز ليج، في 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 دومي فينال. بوبو حط الكرة في الشبكة، الخطير بوبو اللي لأول مرة المدرب إبن جي، إبن جي فلوران مدرب الكونغو الديمقراطية نادالو ووجهلوا الدعوة في القائمة لمنتخب الكونغو الديمقراطية في تصفية الكأس الأخيرة، لما واجه ذهاب وإياب منتخب زيمبابوي. أول مرة انترناسيونال بوبو، هو الفريق الأنغولي عنده 10 دوليين، بوبو زائد 9 في منتخب أنغولا اللي خسر في تصفية الكأس 1-0 في موريتانيا الأسبوع الماضي. هاكا دقيقتين بالضبط الآن وشوية لنتيجة إسعاف الحارس كباسا. كباسا، توني كباسا، ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق شمس الدين الذوادي. شمس الدين يلعب الكرة رامي الجريدي، رامي الجريدي في كرة تحط طويلة، ترجع مرة أخرى سعد بقير، سعد بقير، الترجي الرياضي يحاول يضغط على الخصم، كرة ترجع طويلة، تمشي لمن؟ عن طريق كوليبالي، كوليبالي، كولي، كرة ساق مرفوعة، الحكم يقول لا ما فما شيء،
والكرة تمشي خطيرة لجيرالدو، هذا جيرالدو يحاول يوزع، جيرالدو خطير جدا، الكرة تخرج برا، ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي، ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي. بسرعة بسرعة يا رامي، بسرعة يا جريدي. ترجي يمكن دقائق أخرى يزيد يضحي بلاعب آخر في الوسط ويدخل بلال ماجري. ممكن يعني اثنين في الصندوق. تغيير أخير من الفريق الأنغولي اللي يقرب من النهاية التاريخي. كما قلت لك خرج اللاعب رزاق أديك بيت نيجيري ودخل جاك باكولو بيتومبا، هذا هدافهم في الشامبيونز ليغ، أربعة أهداف متساوي أربعة جوال أيضا مع جيرالدو. تمشي كرة ملعوبة طويلة لفريق الترجي التونسي، خطيرة في منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع الأنغولي، والكرة لمن؟ للفريق الأنغولي، ضغط تونسي، تخرج السلامات من فريق بريميرو أغوستو عند الحارس رامي جريدي. كرة عن طريق رامي، يلا رامي، رامي جريدي يمشي رامي. مازال وقت باش نلعبوا الكرة الطويلة هذه، لازم نبنيو، والكرة تمشي من الجويني خطيرة، والهدف الرابع ليه؟ الترجي في النهائي، الترجي في النهائي، يا بدري يا بدري يا بدري يا بدري يا بدري يا بدري، 4-2 فينال فاينل نهائي، فينال نهائي فاينل، الترجي الرياضي التونسي يسجل الرابع القاتل، يسجل الرابع القاتل. التاريخ لا تغلق الصفحات، الجريدي يصلح غلاته، يعطي اسيست للجويني، الجويني دوزيام اسيست، والبدري في السيماتر جول، جول بيتار بونتو راتيليي، الترجي للنهاية يا سادة، 4-2 الترجي التونسي، 4-2 الترجي التونسي، برافو رامي، الجويني جابها، والبدري حتى، والترجي في نوفمبر في الفينال، 4-2 يا ترجي الدولة، ترجي يا دولة، أنت لست نادي، أنت لست مجرد نادي، أنت دولة، ماكش نادي، الترجي الرياضي للفينال، 4-2 للترجي. مش ممكن مش ممكن، أصعب مباراة علقت عليها في تاريخ أفريقيا الترجي، 4-2 أنغولا. أربعة اثنين، مباراة هيستوريك، مباراة هيستوريك، مباراة هيستوريك، 4-2 للترجي الرياضي. لم اكذب يوما لما قلت لك يا كباسا ستجري وراء الكرة، باش تجري وراء الكرة توا يا كباسا. أربعة الترجي فين بريميرو أغوستو، الترجي قادم للنهائي، معين الشعباني بالغسرة بذكريات الهلال في الريمونتادا، لم أيأس في لحظة، رغم 2-2 في وقت خايب برشا 64، ذكرتكم بالريمونتادا نتاع الهلال، قلت لكم سجل الترجي 3-4 اهداف في ظرف 20 دقيقة، لما لا اليوم صار هذا السيناريو، صار الثالث من جويني، صار الرابع عن طريق البدري، وكرة ركنية لبريميرو، لم تنتهي بعد، أي مباراة؟ أي مباراة بست أهداف؟ هذا الترجي لو يمر للنهائي سيتغير 360 درجة مهما كان اسم المنافس. تمشي كرة خطيرة، مازال ما وصلش الترجي للنهائي، أوه جيبها عاد، جيبها عاد، جيبها رامي الاعتصامي، يعني سامحتك على ذاك الخطأ يا رامي، كرة طويلة من جريدي، أعطاها أسيست جويني ديفياسيون، والبدري تريونجل حتى في الشبكة حط، 3-2 4-2 الترجي الكبير، العاصمة ينور تونس والعاصمة، نادي ممثل الوطن على بعد دقائق من النهائي، السابع في تاريخه والأول من 6 سنين، بيع بيع الكرة، اضرب يا كوليبالي. إذا فما تغيير الآن، شوف 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 إيش تعمل الآن، شوف إيش تعمل الآن، شوف إيش تعمل يا معين، غسرة في الخواتيم، ترجع الكرة للترجي الرياضي، غرجت بعد الكرة يوسف البلايلي فنان، امشي للخمسة خميس، خمسة وخميس، حاضر محمد غايب
خمسة وخميس حاضر محمد غايب بليس 4-2 مباراة لن تنسى مباراة ما تقدرش تنساها دخل مسكيني دخل مسكيني دخل مسكيني يدخل مسكيني لفريق الترجي بدل البدري من 6 ماتشات ما ماركيتش ماركيت البلالي ماركا بونت اليوم جاب الثاني ما زلت نسالك يا طه ياسين جول في الفينال طيح يا بوبو ارقد يا بوبو الرابع يا البدري ملا ماتش ملا ماتش قالوا لك لجمهور العرب الذي لا ممكن يفقه كثيرا في اللهجه التونسيه ان شاء الله زينا بطوله لينا كالعاده يا ربي الترجي تزاهينا ترجع الكره لفريق انغولا كره عن طريق رقم 5 عداها على الخير تمشي الكره كباسا اضرب الراس ما يعديش بن محمد يمشي مشت كورتك ملاعبي متكون 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 ملاعبي امشي بن محمد امشي بن محمد امشي ويجي وفرصة الترجي 4-2 للترجي التونسي من رحم المعاناة من عملية قيصرية قياصرة الكورة يسجلون حضورهم بالرباعية سيناريو غريب مشات وجات بالحق يمشي ويجي 1-0 باي باي ناس الكل روحت 1-1 دقيقة 16 عاد الأمل الهدف الثاني نتاع يعقوبي قال سايي لاسبيرونس كاليفيي لأنها باش تضغط وتجيب الثالث في 2-2 برشا روحوا لكن المكشخين الصحاح اللي يعرفوا الترجي قدها وقدها استناو جا الثالث جا الرابع حط الخامس جيب الكرة هز كرة شد كرة حط كرة دور كرة دوري دوري يا الترجي دوري كرة للترجي الرياضي التونسي 90 دقيقة الإنسان يحب روحه الإنسان أناني بطبعه 7 دقائق وقتها كانت 3-2 توا 4-2 رابح مترشح دقيقتين وزفر يا سي كازوي ترجع الكرة مرة أخرى ترجع كرة للترجي الرياضي خذ وقتك استهلك وقتك داوي سنيك داوي يديك داوي ساقيك واهم شيء بهذا الانتصار داويت جروح الترجيين اورلاندو مرة من هنا الاهلي تعدى من هنا ونتائج سلبية كتبت هنا والسكندري عربيا خرج وترجع وتاهل هنا ولكن لان الترجي كبير يتعثر مرة يعطيك الثانية يسقط في الثالثة ولكن بعد يقول لك ستوب انا شيخ المئة عام انا عجوز المئة سنة انا رجل القرن انا الترجي الرياضي التونسي يا سادة الاهلي وفاق ستيف توا جمهور الترجي منعوا الشايخ توا كلها تجري والتيلي وستيف والاهلي يراقبون الخصم يراقبون المنافس يتمنون منافس على حساب منافس يريدون ورقات صفراء وحمراء للمنافس هكذا هي كرة القدم مثل ما هو جمهور الاهلي وجمهور ستيف يتابع هذه القمة الترجية الانغولية من سيكون خصمنا في نوفمبر القادم معناش برشا وقت معناش برشا وقت السبت الجاي لا السبت اللي بعده الفينال ذهاب بعدها بجمعتين الفينال اياب حاليا يا بوبو خلينا نحبوك يا بوبو خليها 4-2 يا بوبو والكوره للترجي الرياضي كوره للترجي الرياضي 5 دقائق ملا ماتش ملا الريمونتادا ملا ريمونتادا جويني يسلم راسك يا جويني جويني اعطيه حقه يا ما سبيتوه يا ما شتمتوه يا ما حكيتوا عليه وانتقدتوه جويني في الاخر جاب لكم الطرح يا مكشخين 3-2 وجاب الرابع بالنور ينتظر الانوار لتنطفى في رادس على بريميرو وتشتعل في باب سويقه وكل المدن العاشقه المتيمه بحب الحمراء والصفراء يا لها من مباراة مرة تسجيل عاشقة مهبولة بحب الكولور
حمراء وصفراء عاصمية من قديم زمان. ذكريات جمهور نعيشوها في لحظات من سلوغون ترجي دولة للترجي عريقة بطولة باب سويقة. من ألعب يا الترجي الدزكينة وصولا ليلعب يا الترجي والجمهور معاك. كل جيل عبر عن حبه تشجيعه بلغة عصره. هذه الترجي اللي حكايتها معاها فاتت الحدود. هذه الصفرة والحمرة وصية جدود اليوم لمن يحيا ولمن مات. مباراة 100 سنة قرن ترجي ما تحلى كان فينال شامبيونز ليج. 90 دقيقة جرحة رجلة صدمة. 90 دقيقة نكون ولا نكون. هذه كانت دخلتي وإن شاء الله تكون خرجتي. والترجي بإذن الله بإذن الله للنهاية جويني. 4-2 جمهور جمهور جاب الطرح. ترجي الملعبية ما سلموش. 4 أهداف في بريميرو ما كلاهاش بريميرو أغوستو من أكثر من 15 سنة. دخلت فيها 4 أهداف في الأفريق. ترجع الكرة. أرقد أرقد غادي يا هيثم. أرقد أرقد بالنوم بالمخدة. وعلى فكرة الرحلة القادمة إن شاء الله الخاصة للإسكندرية والقاهرة إذا تأهل الأهلي أو الستيف الطائرة الخاصة والأولاد ديما بك المخدة تجيبوا النوم والنوم يجيب الجينيا والرزق على بكري. يزيني من المخدة يا معز المخدة. لا ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الذي التونسي لي بريميرو بريميرو بريميرو. أحولت العينين أو العينان والكرة تمشي. لا لا ما تقتلنيش بعد الكلام هذا بعد التعب هذا واللي مشى واللي جاء والتعب والقهرة والفرحة والصدمة وعودة الأفراح. ما تكسفنيش ما تحشمنيش. الخامس يضرب عاد يضرب يا غيلان. باهي ربحنا في ثواني غيلان. هذا الانتصار هدية لكل الترجيين. هذا النهائي هدية لخالد بن يحيى. هذا النهائي هدية للجنتلمان. الترجي عمره ما ينسى رموزه عمره ما ينسى كباراته. انتصار بن يحيى انتصار معين انتصار الدولة الترجية. زفر يا سيكازوي زفر يا سيكازوي زفر زفر. اوه يا جيرالدو اوه يا جيرالدو اوه يا جيرالدو اوه يا جيرالدو اوه يا ستار. يا مان على اختار سليمة سليمة. امشي لقدام امشي يا بلالي. اوبا يا بلالي يا بلالي. خطا 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 خطا. باع وروح. بريميرو 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 الجلوريوزو. هو الترجي يا بريميرو لانه هو عنده كنيه يقولوا الجلوريوزو المجيد باللغه البرتغاليه. المجيد هو السعيد والحديد والعنيد والعتيد. هو الترجي الرياضي يا اغوستو. قال له وقتاش نوليو كبار وقتاش نوليو الشرفة. قال له كيموتوا كبار الحومة يا أغوستو. الحرف على الخط الأول قال جدي. الحرث على الخط الاول. والترجي من اللحظه الاولى اعطى الانتباه انه سيتاهل باذن الله رغم كل المتاعب. زفر يا سيكازوي زفر يا سيكازوي زفر يا سيكازوي. بعد 6 سنين الترجي في الفينال. فريق تونسي يرجع لنهائي الشامبيونز ليج من 2012 للمره الاولى. تمشي كوره اعطيني المباشر اعطيني المباشر. فماش بصاج اللي فيه زفر. خلاص 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 خلاص. جابوها الرجال ولاد الرجال من ظهور الرجال. الترجي لنهائي دوري الابطال. الترجي لنهائي دوري الابطال. 4-2 يا بريميرو. مباراة للتاريخ يا كاتب التاريخ لا تحرمنا من الفينال. يا كاتب التاريخ لا تحرمنا من الكاس. الترجي من اجل الثالثة. سيكازوي زفر بعد 96 دقيقة. ماتش للتاريخ. بريميرو واحد بلاش قال لنا ما كومش مترشحين. رجعنا 1-1 قلنا عنا امل. سجلنا الثاني رانا ناويين. كلينا الثاني باي باي مروحين. سجل جويني ما زلنا مصرين. سجلنا الرابع ولينا مترشحين يا شامو. كولي بالي برافو كوم برافو راجل مباراة فرانكوم. لنا عودة في نوفمبر مهما يكون اسم الخصم في نوفمبر. لن ننهزم هذه المرة في رادس في قلعة الترجي الرياضي التونسي. عاد الترجي من بعيد كمان الليلة مثل كل التوانسة سعيد.
معز مبروك، طارق كابتن مبروك، حسام مبروك، تنتفي الألوان من أجل الراية ومن أجل النجمة والهلال. معز شكرا لك عصام، مبروك للترجي الرياضي، مبروك لكرة القدم التونسية، تأهل إلى نهائي تشامبيونز ليج بعد غياب 6 سنوات. مباراة مثيرة للغاية على ملعب رادس، كل التقلبات كل السيناريوهات مرت بالترجي الرياضي التونسي، 4-2 المحصلة النهائية، 6 أهداف في هذه المواجهة. كابتن طارق وكابتن حسام، يعني مباراة كبيرة، وترجي مر بكل الحالات، صحيح بالسيناريوهات الكل. لهنا نقول اليوم الترجي نجاحة كبيرة من الناحية الهجومية، 4 أهداف اللي ما شاهدناش الترجي سجل 4 أهداف معناتها منذ عديد المباريات. والشيء الممتاز الترجي أنه دائما يرجع، كان منهزم أصبح فايز 2-1 2-1 2-2 ورجع في المباراة وأمر بحظوظه، والكوتشينج الممتاز بتاع معين انه ادخل لاعب جويني. بصراحه برافو لجويني اليوم في الهدف، هدف وممرر وفي تمرير حارس المرمى. طبيعي احنا نقولوا ممكن حارس مرمى يخطئ، لا اليوم بصراحه اخطاء فادحه من حارس المرمى يلعب في هذا الهدف. الهدف الثاني كابتن طارق، بوكامبا في الدقيقه 64 صراحه اخطاء فادحه، 3 أهداف اليوم هدفين في مباراه الذهاب. اعتقد ان اليوم كان ممكن يخرجنا من تشامبيونز ليج حارس المرمى، ولهذا لازم يراجع نفسه وحتى معين يراجع، لأنه مش معقول أعطاه فرص عديدة. يعني يمكن أي حارس مرمى أن يمر بفترة سيئة، هذه فترة سيئة. مش في المباراة هامة، مش في المباراة هامة، قوة الحارس المرمى مش في المباراة الكبيرة. اليوم في مباراة هامة كان ممكن يخرجنا من تشامبيونز ليج حارس المرمى، ولهذا أعتقد أن لازم حتى المدرب يعطي فرصه للحارس اللي على دكه الاحتياط. حسام، المفارقات الجميله للترجي الرياضي التونسي انه اليعقوبي سجل وجويني سجل ومرر، بمعنى اكثر هذين اللاعبين الاكثر عرضه للانتقاد في الترجي الرياضي التونسي. في نهايه الامر هما من ساهم بطريقه مباشره في تاهل الترجي. هذه كره القدم ايضا. صحيح معز، قبل كل شيء نقول مبروك للترجي ولاحباء الترجي، ومبروك خاصه للكره التونسيه. عندنا مدة ما عندناش فريق في نهائي الشامبيونز ليج 2012. اليوم نقدر نقولوا مباراة هتشكوكية، مباراة مرت كل شيء صراحة، اللي عندهم القلب والمرضب أحسن شيء أنهم يتفرجوش في هذه المباراة. اليوم الترجي الرياضي صحيح كانت هناك العديد من الأخطاء، لكن الشيء اللي يميز الترجي هي شخصية الفريق، شخصية اللاعبين، شخصية المدرب. هنا جويني، ومرة أخرى نرجع لكلامك معز، لازم أحباء الفرق يفهموا أنك لما تنتقد وتصفر على لاعب وتسب لاعب في المباراة ماكش بتكسب شيء، هو لاعبك ولاعب فريقك، ممكن في وقت من الأوقات تحتاجه وتلقاه. تصور أنت لو جاء جويني ولا يعقوب منهارين نفسيا، ما يعطيكش الإضافة اليوم، لاعب وهذا ينطبق مستقبلا على رامي جريد. هذا هو نفس الشيء، كل أوكي أخطأ اليوم لكن ممكن يكون لابد حاسم في مباراة أخرى، حمايته ربما ترك المجال في ساحة المجال، لكن حمايته كحارس ايضا مهم، هو حمايته من خيمه الترجي كره قدم تونسي، لكن كاطار فني هو يختار، عنده حارسين من المستوى العالي هو يختار. هذا خطا اخر، وسيكازويل لم يحتسب هذا الهدف، كان على حق ام لا؟ هذا السؤال ايضا يطرح كابتن طارق. الهدف هذا الثالث شنو هدف؟ الهدف الملغى، اي رايك فيه؟ ما شفتوش انا وقتاش سجل. ها ما شافوش ولا سجل هدف هذا؟ حتى الحكم ما شافوش، حتى الحكم ما شافوش هدف هذا. لا بصراحه اليوم اخطاء، نقولوها بصراحه كان ممكن يخرج الفريق من الشامبيونز ليج. ما عطيتش رايك في الهدف يا كم؟ هدف 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 ما نكتبوش على روحنا، هذا واضح هدف. ما نقول اخطاء فادحه، يعني كره سهله في دي، واضح انه تأثر بالهدف الأول وتأثر بالهدف الثاني وبهدف بالهدف الذهاب. واضح إشكال في وسط مباراة إذا حارس مرمى نفسانيا يعني يخرج من المواجهة صعب كبيرة، حارس مرمى أنه يخرج من المواجهة، وممكن حتى معين الشعباني كان يمكن يخسر تغيير، ليس من السهل أنك تخرج حارس مرمى، موقف صعب يعني. برافو لزملائه، برافو لأنه الترجي ما رماش المنديل في 2-2، الترجي رجع، الترجي سجل هدف، الترجي قام بتغييرات اللاعب معين، فرانكوم قدم مباراة كبيرة، لاعب البلايلي لاعب لما دخل البدري كذلك، هذا فرانكوم ودوره في البوكس تو بوكس كان ممتاز. شوفوا يعني عمليه ما شاهدناش،
وافضل اليوم لما فرانكوم لعب في وسط الميدان متقدم عطاه حريه اكثر ما هو سنتينيل. فرانكوم عنده امكانيات بدنيه افضل من كوليبالي باش يتقدم ويسدد ويرجع ومعناتها يمرر للاعب البلايلي. اعتقد ان اليوم الهجوم قدم مباراه كبيره، سجل اربع اهداف ويمكن فرصين بدري بدري لا تنسى كابتن بدري ممرر حاسم وهداف وهداف، ولهذا اعتقد ان المهاجمين اليوم قد ما عدا القنيسي المهاجمين الكل قدموا مستوى جيد. برافو للمدرب معين تغييره في الوقت المناسب لانه ما عطاش وقت كثير للقنيسي بعد تقريب 65 تقريبا لعب تقريب 60 دقيقة ومن بعد دخل لاعب جويني سجلنا في الهدف هذا وتمريرة ممتازة للاعب البدري. ولهذا نقول أنا شخصية الفريق هامة جدا اليوم أن نرجع في المباراة في الأوقات الصعبة في الأوقات الحرجة. أعتقدنا أن المباراة انتهت الترجي باش يخرج من كأس أفريقيا، لكن برافو للاعبين وهذا هي نقولوا معناتها قوة الترجي في الشخصية نتاعو، قوة الترجي أنه فريق يؤمن بحظوظه، واليوم النجاعة اللي كانت مفقودة رجعت للفريق وهذا هام جدا بالنسبة للمهاجمين البلالي والبدري وفرانكوم واللاعبين كل يوم يشكروا على المردود اللي قدمه. حتى اليعقوبي لما خرج اليعقوبي أول مباراة لي كأساسي يعني أنا أقول ممكن المباراة الثانية قدم مردود طيب، ولازم الجمهور يحمي اللاعبين نتاعو، لازم الجمهور ما يكون ضد اللاعبين، لازم الجمهور يكون حاضر بجانب اللاعبين لان الجمهور عنده دور هام جدا اليوم في فوز الترجي، جاء باعداد كبيره شجع الفريق في الاوقات. لكن هناك ايضا ملاحظه تامل الجماهير كابتن طارق، يعني الجماهير يفترض في كسلوك عام يفترض انه لا نشاهد ما شاهدناه صحيح. لانه تقطع حتى رتم المباراه اي فريق كان بصدد العوده في النتيجه وقفه المباراه يبرد الفريق، يعني الفريق كان يهاجم الفريق سجل الهدف الثالث وقفت المباراة تقريبا 65 دقائق، هذا مش صالح الترجي، هذا مش في صالح الترجي لأن النتيجة 33 ومازال 17 دقيقة، يعني عندنا إمكانية باش نرجعوا بسهولة في المباراة وهذا بالعكس صالح أعتقد. ونحن نطالب دائما بعودة الجماهير وبأعداد كبيرة، يفترض أنه الجماهير أيضا تقدم مبرر لذلك أنه يكون سلوكها جيد. مبرر. أي لا تقدم مبرر العكس أنه يكون سلوكها يعني جيد. صحيح وأنت جايب على أساس أنه تشجع السلطات ووزارة الداخلية على منح عدد كبير من الحضور. تشجع الفريق في اللقطة هذه لعب ضد الفريق نتاعو، في اللقطة هذه لعب ضد الفريق نتاعو أنه الفريق كان يهاجم كان مسيطر كان عنده إمكانية يقف ريتم المباراة خمسة دقائق يبردوا اللاعبين هذا صالح الفريق المنافس. نعم. لكن أعتقد برافو للترجي برافو المعين معناتها شوفوا الأناء كوليبالي لاعب فرانكون صراحة قدم مباراة كبيرة وأفضل فرانكون لما يلعب وسط ميدان متقدم الخنيسي إن شاء الله يتحسن. هو الجيد كابتن طارق أن تتأهل وتعلم أخطائك، موضوع الإصلاح يكون في ظروف أفضل أكيد. حسام لأنه الآن الفريق سيلعب تشامبيونز ليج النهائي السابع في تاريخه، واضح أنه هناك عمل أيضا ينتظر معين الشعباني دائما على مستوى الدفاع على مستوى التغطية الدفاعية. وعز تعمل وتصلح وأنت منتصر أسهل من أنك تعمل وأنت في منهزم. نتائج سلبية ما تقدرش حتى اللاعبين ما يقبلوش منك ما يقتنعوش. لذلك أظن أن اليوم معين الشعباني صراحة تكلمنا على اللاعبين تكلمنا على البليلي البدري جويني الكل، لكن اليوم الميزة الأولى والنقطة الإيجابية الأكثر في هذه المباراة هو معين الشعباني، لأنه معز سهل واحد يتكلم من برا مش عايش وسط الملعب، تلعب في السيمي فاينل شامبيونز ليج مباراة عودة وانت مع متعادل 2-2 استسمح كمان تحدث عنه معين الشعباني هو برفقة نافع بن عاشور من ملعب رادس، الكلمة لك نافع ولمعين وتهانينا المعين الشعباني. مبروك كله مبروك مبروك ليك نافع. بالفعل ألف مبروك للترجي ممثل كرة القدم التونسية والعربية الأول في النهائي، التباريك من الكابتن طارق من معز من حسام الكل من في الأستوديو. معين أول مباراة كمدرب أول للترجي وانتصار مثير وانتصار يقود الترجي للدور النهائي بعد 6 سنوات، يعني كلها عوامل تزيد إثارة على إثارة وحلاوة على حلاوة هذا الترشح الذي كان صعب وصعب جدا. أول حاجة الحمد لله ترشح هذا، ثاني حاجة ما نجمش نتعادل المباراة من غير ما نسلم على الموجودين اللي في الاستوديو خاصة كابتن طارق.
اللي في وقت سابق راهن عليا وسمعته. حاب نقول نشكره برشا على الكلام هذا، ونحب نقول الحمد لله كنا في المستوى. هذه بدايه بالطبيعه، ماهوش واحد معناها ديما يحط سقيه في القاعه، ولكن الحمد لله الثقه اللي تعطات فينا كطرف فني شاب، والمهمه اللي كانت موكله لنا الحمد لله على الاقل كنا في المسؤوليه هذه، على الاقل في الاداء نتاع الترجي اليوم شفنا معناها روح كبيره، شفنا معناها معناها حضور ذهني نافع، تدخل الماتش وتقبل بونتو في سبعة دقائق، يزمك تسجل ثلاثة، ورغم هذا معناها وصلنا في الشوط الأول وهددنا المنافس، وكنا على الأقل حققنا شوية الاتزان توازن معناها. يمكن الأهداف اللي جاتنا ما جاتناش في وقت مناسب، ولكن الحمد لله يمكن كان فما ناس حققت الانتصار هذا، راهم اللاعبين على الميدان، الظروف كل كانت مواتية ومؤهله معناها باش يصير تأهل هذا، ابدا من الجمهور حتىش لرئيس النادي حتىش للاعبين. احنا كطرف فني عندنا اضافتنا القليله، الخبره القصيره اللي معين. خليني يعني ربما انت بتواضعك عادي، لانه اليوم اطار فني شاب اول مباراه، طبعا معك مجدي متعودين تواصلوا في عمل انطلق مع خالد بن يحيى وانتم متواجدين من فتره في الترجي، لما تقبل هدف وتعود في النتيجه وبعدين هدف قاتل من خطا لحارس المرمى، وهذا موجود في كره القدم، في توقيت حساس 2-2 الترجي اوت، يعني تغير لاعب محوري وتوخر كوليبالي وتجازف باقحام يعني نفس هجومي في وسط الميدان سعد بقير وتحافظ على التوازن ويجي الانتصار، فهذا يحسب للجهاز الفني والمعين شعبان. صحيح نافع، تعرف واحد ما باش يتكلم على نفسه، ولكن هذا اي مدرب معناه صحيح، ولكن اي مدرب محضر السيناريوهات الكل، وهذا سيناريو جاهز. السيناريو هذا نتاع تخريج محمد علي يعقوبي ويمشي كولي في اللاكس ونلعبوا بزوز لاعبين ارتكاز وقدامهم سعد، باش تلقى اكثر في الويديتي في الوسط واكثر لعب معناها. علاش احنا اخترنا من الاول باش نكونوا اكثر متوازنين، ما حبيناش نبدلوا الطريقه الحقيقه معناها، ما حبيناش حبينا نخليوا اللاعبين اللي اكثر معناها كومبيتيتيف، اللي لاعبين اكثر مباراه متعودين ما حبينا، ولكن الطريقه الثانيه كانت حاضره ومتهيئه والحمد لله في الوقت المناسب، عرفنا اللي لازم يصير تغيير معناها في الوقت هذاك، والحمد لله عزيمه الاولاد كانت هي مفتاح النجاح اليوم. مبروك مره اخرى، خليك للمؤتمر الصحفي انيس البدري احد ايضا ابطال هذا الترشح للترجي الذي لم يكن سهل، تواضع ينبأ بمدرب قادم كبير للترجي في كره القدم التونسيه معين الشعباني. معز انيس فيليسيتاسيون، مبروك انيس، سيتي تري دور دي ديبي سيتي C'était prévu que ça sera dur cette partie pour la qualification en finale, après une défaite au match aller à 1-0, mais les scénarios hitchcockiques du match, c'était exceptionnel, une qualification pareille. Voilà, on a perdu 1-0 au match aller, voilà, c'était un score très difficile. Voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a gagné, c'était un match très difficile. Voilà, j'ai rien compris à ce match, on est revenu au score. On a mené, ils sont revenus. Voilà, alhamdoulilah, on a fait preuve de caractère, on a poussé jusqu'au bout. On a joué notre football, on a joué en attaque. Même si on a pris des buts, voilà, on a réussi à marquer plus de buts, ce qui nous a permis de se qualifier. Et voilà, alhamdoulilah, en finale, voilà, on est content. Inch'Allah, la finale, Inch'Allah, sera pour nous. Merci. شكرا، مبروك مرة أخرى لأنيس البدري، لك الخط معز، مبروك للترجي وحظ أوفر للأهلي والصيف. معز لك الخط. شكرا نافع، شكرا لمعين وأيضا لأنيس البدري. شو الابتسامة هذه اللي رجعنا بها من أول الاستوديو؟ لازم نعطيه حق خالد بن يحيى، أكيد لازم نعطيه حق خالد بن يحيى، هو نعم. تواصل العمل اللي قام به خالد بن يحيى، ما عملش سحر معين، نشكروه العمل اللي قام به، لانه الفريق هذا حضره خالد بن يحيى. معين اليوم نعم. قام بعمل كبير في التحضير الذهني وخصوصا التغييرات وكانت ناجحه. نعم التغييرات وكانت ناجحه. هو فقط لانه لم يقم بالترجمه نافع، هو انيس البدري قال بانه هو نفسه لم يكن يعلم ما يحدث على الملعب من كثره انه مترشح مانيش مترشح أي. كم لازمني من المهمه. واضح. شكرا لحسام وشكرا لكابتن طارق. كلمه اخيره، ميزه حاب اقول برافو للمعين الشعباني في التغيير نتاعو، دخول الجويني، لانه ليس من السهل مدرب شاب يخرج الخنيسي والفريق كان محتاج تسجيل اهداف، ممكن مدرب ثاني دخل مهاجم ثاني. يلا ادركنا، تفضل يا كابتن. اليوم ربحنا
محب جديد للترجي الرياضي التونسي. لا هذه قوية كثير. هذه محب للكرة التونسية. محب جديد للترجي. هذه بين قوسين قنبلة ارميها للكابتن طارق في الاستوديو. شكرا لك يا كابتن طارق، شكرا لك يا حسام على سبيل المزاح بالطبع، شكرا لكل من تابعنا، في امان الله بعد قليل وفاق ستيف الاهلي المصري، في امان الله. الى اللقاء.